بسم الله. سيبني لنا في الجنس دلوقتي، خش لي على لنا هي. لنا هي ما بتنفيش، لنا هي بتنهي بتنهي بتنهي، ولنا هي معناها هو الامر بعدم الفعل. طول ما انا بامرك اللي انت ما تعملش دي اسمها لنا هي، ولنا هي بتبقى لا زائد المضارع، زي بالظبط لما اقول لحضرتك يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم، هنا دي لنا هي. لنا هي يعني بامرهم بعدم السخريه، بقول لهم ما تسخروش. او زي بالظبط لما اقول لا تسرف، انا بامرك بعدم الاسراف، يبقى دي اسمها لنا هي. لنا هي بتعمل ايه في الفعل المضارع؟ بتجزمه، يبقى دي وظيفتها ان هي بتجزم، ده فعل مضارع مجزوم. امال لنا فيا بتعمل ايه في الفعل المضارع؟ ما بتعملش حاجه، ده فعل مضارع مرفوع. طيب امال لا العاطفه؟ لا العاطفه بتستخدم للعطف، بس دايما هي وظيفتها ان هي تثبت اللي قبلها تنفي اللي بعدها. يعني ايه؟ اجي اقول لحضرتك صاحب الأمين للخائن، صاحب الأمين للخائن، هنا لو جيت تبص لا دي لا عاطفة. لا العاطفة بعرفها ازاي؟ دايما اللي قبلها واللي بعدها المعطوف والمعطوف عليه عكس بعض، وظيفتها ان هي بتقول لك اعمل اللي قبلي ما تعملش اللي بعدي. انت مطلوب منك ان انت تصاحب الأمين، بس ما تصاحبش مين؟ الخائن. يبقى دي اسمها لا العاطفة. لا العاطفة بتعمل ايه؟ ما بتعملش حاجة، كل اللي فكرة ان اللي بعدها معطوف على اللي قبلها، يعني ده وقت لما اجي اعربه هياخد الحالة الإعرابية بتاعت الأمين، الأمين مفعول به منصوب يبقى ده معطوف منصوب، خلصنا. أمال لنا فعل الجنس؟ لنا فعل الجنس صحصح معايا بقى، هي عبارة عن لا بيجي بعدها اسم بس جملة كاملة، لأن بتنصب اسمها وبترفع خبرها، زي بالظبط لما أقول لحضرتك لا خائنة محبوب. هنا لو جينا بصينا في الجمله دي بنقول ان دي لنا نافيه للجنس. وظيفه لنا نافيه للجنس ايه؟ كمعنى بتنفي الجنس كله، او بتنفي الحاجه عن الجنس كله، بتنفي الخيانه عن الجنس كله. هنا انا مش بقول لك ان الولد ده مش خائن او ان الخائن ده مش محبوب، لا لا، انا بقول لك مفيش خائن في الحياه محبوب، تمام؟ بخلاف لو قلت لا يحب الخائن، انا قصدي الخائن ده، بس ممكن خائن تاني الناس تحبه لانها ما تاخدش بالها، لكن هنا انا بقول لك مفيش خائن في الحياه محبوب. يبقى لنا فيها الجنس بتنفي الجنس كله او النوع كله، تمام. لنا فيها الجنس وظيفتها ايه؟ وظيفتها ان هي بتنصب اسمها وبتعمل ايه تاني؟ وترفع خبرها. حلو، تنصب اسمها وترفع ايه؟ وترفع خبرها. طيب لنا فيها للجنس لازم ليها ثلاث شروط عشان اقول ان دي لنا فيها للجنس. ايه الثلاث شروط بتوع لنا فيها للجنس؟ قال لي الشرط الاول، داري ورقه يا دكتوره، الشرط الاول اني شروطها بقى عشان لا تبقى لنا فيها للجنس، لازم الشرط الاول واحد اسمها، وايه تاني؟ وخبرها. ماله؟ لازم الاثنين يبقوا نكره، ما ينفعش اسمها يبقى معرفه ولا خبرها يبقى معرفه. الشرط الثاني لازم لا يفصل بينها وبين اسمها فاصل، يعني ما ينفعش حاجة تفرق ما بيننا أبدا، لأن في الجنس اسمها لازم يجي بعدها مباشرة، ما ينفعش حاجة تفرق ما بيننا أبدا يا دكتورة أمل. طيب ثالث شرط عندنا لا تسبق بحرف جر، لا تسبق بحرف جر، ممنوع يجي قبلها حرف جر. دول الثلاث شروط عشان يبقى لان بتاعتي لان فيها الجنس. جميل. طيب يا مسهل يا رب، ما تديني مثال كده خليك جدع. حاضر، اجي اقول لحضرتك بسرعه كده لان فيها الجنس، لما اقول لك مثلا لا طالب علم كسول، لو جينا بصينا في الجمله دي الثلاث شروط تطبقت، انا عندي لا اسمها جه بعدها على طول اللي هي كلمه طالب، مفيش حاجة قدرت تفرق ما بينهم أبدا، مفيش حاجة جت في النص، ممنوع حاجة تيجي تفرق ما بين لا وبين اسمها حتى لو جر ومجرور، مفيش حاجة اسمها خبر مقدم، مفيش حاجة اسمها كده، لا لازم اسمها يجي بعدها. الشرط الثاني إن اسمها وخبرها نكرة، صح، أدي اسم لا نكرة وأدي خبر لا نكرة، طب أنت عرفت منين إن ده خبر لا؟ اسم لا بيجي بعدها على طول، خبر لا بسأل عنه بماله، بقف عند كلمة الطالب وأسأل الطالب ماله يا جدعان؟ الإجابة تبقى مش كسول، صح، هي دي الخبر. ليه مش؟ لان انا بنفي، ما بقولش ان هو كسول، انا بنفي ان هو كسول. طيب الشرط الثالث تطبق برضو لان لا ما جاش قبلها حرف جر. طب الشرط الاول ممكن يحصل فيه خلل؟ امتى؟ ركز معايا، لما اقول لحضرتك لا
واحد كسول ولا المجتهد؟ او لما اقول لحضرتك لا طالب العلم كسول ولا المجتهد؟ صح صح معايا بقى هنا دي لنا في الجنس بس غير عاملة. ماذا لو حصل خلل في شرط من الشروط دي؟ لأن فعل الجنس عاملة تبقى غير عاملة. يعني غير عاملة؟ صدمتك صح؟ صح صح معايا بقى بطل صراحة. يعني ايه عاملة بقى؟ عاملة يعني توصف اسمها وترفع خبرها، ده معنى كلمة عاملة. يعني ايه غير عاملة؟ تعملش حاجة، جاي بعدها مبتدأ وخبر عاديين. طيب انت بقى بتبقى غير عاملة لو حصل خلل في شرط من الشروط الثلاثة، خلل واحد بس. هنا حصل خلل في شرط من الشروط، ان اسمها جه معرفة، امسك عندك لان فعل الجنس غير عاملة. يعني اعمل ايه؟ اعتبرها مش موجودة، اعرب عادي. الطالب مبتدأ وكسول خبر. طب وبعدين؟ وهنا لقى انها مش موجودة، الواو حرف عطف والمجتهد معطوف على الطالب وخلصنا بس كده. طب المثال الثاني ايه المشكلة فيه؟ لا طالب العلم كسول ولا المجتهد، المشكلة فين؟ المشكلة ان اسم لاجي معرفة. ازاي يا مستر؟ حبيب قلبي انت ايه المقصود بالمعرفة؟ معرفة يعني الكلمة فيها الف ولام، او الكلمة بتاعتك علم او نكرة جي بعدها معرفة. اي كلمة نكرة يجي بعدها مباشرة معرفة. الكلمة النكرة دي تعرف بالايه؟ تعرف بالاضافة. مش انا قلت لحضرتك لما اقول لحضرتك كلمة زي كلمة طالب دي نكرة ولا معرفة؟ نكرة. طب قلت لحضرتك طالب العلم، كلمة طالب بقت نكرة ولا معرفة؟ معرفة. عرفت منين؟ اي كلمة نكرة اجيب بعدها مضاف اليه معرفة، لازم اجيب بعدها معرفة. الكلمة النكرة تبقى معرفة بالاضافة، تبقى معرفة بايه؟ بالاضافة. جميل. هتقول يا مستر طيب، طب ما انت عندك هنا كلمة علم مضاف اليه، صح؟ صح. طب ليه ما قلتش ان هي معرفه بالاضافه؟ لان قلت لك معرفه بالاضافه معناها ايه؟ النكره يجي بعدها معرفه. هل هنا المنكره يجي بعدها معرفه؟ لا، يبقى مش معرفه بالاضافه. خلصنا. طيب لا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل سريعا، زي بالظبط لما اقول لحضرتك لا بيننا، لا بيننا، لا بيننا حسود ولا حقود. لا بيننا حسود ولا حقود. اسمع بقى الحته دي. هنا دي لنا فيها الجنس المفروض. تمام. طيب الشروط بتاعنا متطابقة، حصل خلل عندي في الشرط رقم 2، المجرمين قدروا يفرقوا ما بيننا. القاعدة كانت ان مفيش حد يقدر يفرق ما بيننا ابدا، انا والاسم بتاعي، بس الوحشة الشرينة بيننا شبه الجملة قدرت تفرق ما بيننا احنا الاثنين، فبناء عليه بوظت لي الشرط رقم 2. يبقى لنا فعل جنس غير عاملة. يعني ايه غير عاملة؟ يعني هعرب عادي. بدأت الجملة بيننا شبه جملة، يبقى المبتدأ مؤخر. بيننا خبر شبه جملة مقدم، وحسود مبتدأ مؤخر. عرفت منين؟ ما انا قايل لك قبل كده لما ببدأ الجملة بجر ومجرور أو ظرف، معنى كده فوق إن الجملة الإسمية متشقلبة، صح؟ مش أنا لسه آخر لما قلت لك خباك من كلمة أمام؟ لما أجي أقول لك أمامك سد، مش أمامك ده شبه جملة؟ لما تبدأ بشبه جملة ويجي لك بعدها كلمة تنفع تبقى مبتدأ مؤخر أو جملة إسمية متشقلبة، يبقى على طول دي جملة إسمية متشقلبة، خبر ومبتدأ. مفهوم يا أستاذة؟ تمام. فدي خبر مقدم شبه جملة وحسود مبتدا مؤخر. الواو عاطفة، اللا أكنها مش موجودة، والحقود معطوف، معطوف على حسود، معطوف مرفوع. لا تسبق بحرف جر، بالظبط زي لما أقول لحضرتك إيه؟ لما أقول لحضرتك أحبك 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 بلا شك بلا شك، هنا اللا سبقت بحرف جر، يبقى كلمة شك تعرب إيه يا عمنا؟ تعرب اسم مجرور. اسم إيه؟ اسم مجرور. بس كده خلاص؟ ماشي. سؤال بقى حتة كده قبل ما نختم، او قبل ما نختم الجزئية دي ونخش في الانواع. لو قلت لحضرتك مثال، قلت لحضرتك كده لا طالب المال صادق دائما. لو جينا بصينا هنا في الجملة دي، ايه رأيك في الجملة دي؟ هل الجملة دي جملة صحيحة؟ خلي بالك انا ما سألتكش الجملة بتاعتي فيها لان فيها الجنس عاملة ولا لا، انا بسألك سؤال، هل الجملة صحيحة؟ الجملة اللي فوق دي جملة صحيحة؟
الجمله اللي فوق مش جمله صحيحه. يعني يا مستر عشان حصل خلل من الشروط، انا مش قصدي هي عامله ولا مش عامله، افهم السؤال. انا بسالك الجمله كده مكتوبه صح غلط؟ ليه غلط؟ بيقول لي تعالى افكرك بقاعده مهمه جدا. بيقول لي خلي بالك، شايف الشروط بالترتيب، انا حافظها بالترتيب اللي انا محفظها لك بيه. بيقول لي اذا حدث خلل في الشرط الاول او الشرط الثاني وجب تكرار لا. انت ملاحظ ان انا مكرر لا هنا قايل ولا؟ انت عارف ان انا مكررها اجباري، ان انا غصب عني، ان انا ما اقدرش ما احطهاش، ما اقدرش اقول للطالب كسول. الجمله كده غلط. بيقول لي اذا حدث خلل في الشرط الاول او الشرط الثاني وجب تكرار لا، لازم اكرر لا واجيب بعدها كلمه معطوفه على اسمها اللي كان المفروض يبقى اسمها. مفهوم؟ يبقى امتى يجب تكرار لا وعطف كلمه على اسمها؟ امتى؟ في حاله الشرط الاول والشرط الثاني لو حصل فيهم خلل بس، لكن الشرط الثالث لا مش مهم. فيجي يجيب لي جمله يقول لي اي الجمل التاليه كتبت بطريقه صحيحه. خلي بالك كتبت بطريقه صحيحه، انا ما بسالكش هي عامله ولا مش عامله، هي الفكره الطريقه نفسها. يبقى الجمله دي غلط ليه؟ عشان المفروض حصل خلل في الشرط الاول، فكان المفروض تعطف تقول لي لا طالب المال صادق دائما ولا المنافق. خلاص اتفقنا؟ قول لي مستر، هو ينفع يجيب لي لا حسودة ولا حقودة بينهما؟ ايه المشكلة؟ وتبقى زي الفل، تبقى زي الفل، ما حصلش حاجة، الشروط كلها متطابقة وجميلة. خلاص؟ الدكتورة اللي بتكرر تنام، داري كرة؟ احنا لسه في بداية اليوم، لا صلوا على النبي كده في قلبكم. احنا لسه بنقول يا هادي، لسه بنسخن. ها هو بيقول لي لا، انا بقول لسه بنسخن، ما تفتح اقفلها تاني بقى، اركنها على جنب. هو بيقول لي لو قلنا لا حسود ولا حقود بيننا هنعمل ايه؟ مش هنعمل حاجه. يعني ايه اننا لا نفي الجنس؟ بس هنا في تقديم وتاخير؟ لا. طب ما خبرها يجي يترمي بعيد، انا مالي، ايه المشكله؟ انا قلت لك هنا ان خبرها ما يتاخرش. لا بس خلاص، عالي صوتك. طبعا معرفه، مش فيها الف ولام؟ ماشي قول لي مين ده؟ نكره. يعني ايه؟ يعني لو مفرد يبقى نكره، بس ممكن خبرها يكون جمله او شبه جمله او عادي. خلاص؟ طيب خبر لنا فعل الجنس ممكن يبقى خبر جمله؟ اجي اقول لحضرتك لا طالب علم يتكاسل. خبر لا ممكن يكون جمله، مفيش مشكله عندي. قول يا بابا. لو قررت لا برضه تاني، يعني لا طالب كسول ولا عادي، ادام الشروط متطابقه عادي. طيب اتفقنا يا اساتذه؟ في حد مش فاهم جزئيه في اللي فات ده؟ طيب صحصح معايا بقى اللي جاي. انا كده خلصت لنا فعل الجنس من حيث شروط لنا فعل الجنس. امتى اعرف ان لنا فعل الجنس عامله؟ فبالتالي انا كده عارف هعرف اللي بعدها ايه وهعرف خبرها ايه. خلاص خلصنا من الجزئيه دي. تمام؟ اسمها دايما منصوب وخبرها دايما مرفوع. تعالى نمسك اسمها عشان انا محتاجه بقى. اسم لان فعل الجنس عندي بينقسم لثلاث انواع. عندي كام نوع؟ ثلاث انواع. النوع الاول هو المضاف، والنوع الثاني الشبيه بالمضاف، والنوع الثالث هو النكره. النوع الثالث هو المفرد. صحصح معايا بقى. هقول لك على طريقه مختصره جدا تخليك تعرف تفرق بين انواع الثلاثه من غير ما تتعب، بس لازم تعمل نفس الطريقه اللي هقول لك عليها دي. مش انت اتاكدت ان لنا فيها الجنس عامله والدنيا تمام؟ انا عايز اعرف اسمها ايه من غير ما اتلخبط. تعالى اغششك حاجه. اسم لا ممكن اسم لا يبقى مضاف، وممكن يبقى شبيه بالمضاف، وممكن اسم لا يبقى مفرد. بص بص بص، بسرعه 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 بسرعه. قبل ما تحدد اسم لا هو مضاف ولا شبيه بمضاف ولا مفرد، ما ينفعش تحدده. امال اعمل ايه؟ اعمل حركه الاول ذكيه.
طلع اسم لا وطلع خبر لا الاول. اسمع مني نصيحة، لو عملت الحركة دي مش هتغلط بإذن الله. يعني تاني تاني، أول ما أقول لك طلع لي يا ابني ها خد خد تعالى، أجي أقول لحضرتك لا طالبان علما متكاسل في عمله، وأجي أسألك هو اسم لا نوعه إيه؟ مش هتكلم. يعني إيه مش هتكلم؟ مش هحدد. أمال هتعمل إيه؟ همسك القلم بتاعي قبل ما أحدد اسم لا اطلع فين اسمها وفين خبرها، يعني قبل ما احدد النوع هو مضاف ولا شبيه مضاف ولا مفرد. دي لنا في الجنس كده كده اسمها بعدها، مش محتاجه ذكاء، دي اسم لا. الخبر بسال عنه بماله، الطالب ماله دايما وانت بتجاوب بتقول مش، الطالب ماله مش متكاسل، ادي الخبر. طلعت اسمها وطلعت خبرها، تعال اقول لك تعمل ايه بقى. اول ما تطلع اسم لا وتطلع خبر لا وتلاقي في النص ما بينهم بعد اسم لا، ماليش دعوه انت خلاص طلعت اسمها وخبرها خلاص الحمد لله، وتلاقي في النص مضاف اليه، اعرف على طول ان اسم لا نوع مضاف. بس كده. تاني يا مستر، اجي اقول لحضرتك لا صاعد جبل خائف من المرتفعات، فين اسم لا؟ ما تحددش النوع، فين خبر لا؟ الصاعد ماله؟ مش خائف، ادي اسم لا ادي خبر لا. غصب عنك لازم يكون في حاجه في النص بين اسم لا وخبر لا، وتكون الكلمه دي اعربها مضاف اليه. استنى بس استنى استنى، يعني كلمه جبل دي مضاف اليه؟ اه. طب حلو جدا، انا عايز اتاكد هو يعني ايه اصلا اسم لا مضاف؟ يعني اسم لا جه بعده مضاف اليه، فالمفروض الكلمه دي مضاف اليه. اتاكد منين؟ قلمك معاك. هل جه كلمه بعد كلمه صاعد عايز تتاكد هي مضاف اليه ولا لا؟ جرب تحط لها الف ولام وتقرا الاثنين مع بعض، لو نفعت يبقى مضاف اليه. ينفع اقول صاعد الجبل؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يبقى مضاف اليه. يعني يا مستر هو ينفع كلمه نكره نكره تبقى مضاف اليه؟ اه طبعا. اه طبعا. طب لو جالي نكره نكره مضاف اليه اعرفها ازاي؟ ده هنا لازم يكون المضاف اليه نكره، ممنوع يبقى معرفه. اعرفها ازاي؟ اجرب احط في المضاف اليه الف ولام واقرا اسم لا مع الكلمه اللي بعده بالالف واللام، طول ما هي ماشيه يبقى ساعتها هتقول لي مضاف اليه. بس يا عمنا. طيب جميل، او اجي اقول لحضرتك بقول لك ايه؟ هديك منظر تاني، اجي اقول لحضرتك لا محبي خير حقوق دون، نوع اسم لا ايه؟ ما تردش، جرب كده، فين اسم لا؟ اهو. المحبين من هم؟ مش حقودون، ادي خبر لا. طلعت اسم لا وخبر لا؟ اه. في كلمه في النص متبقيه جايه بعد اسم لا، الكلمه دي تمشي مضاف اليه؟ بص تمشي مضاف اليه، تمشي مضاف اليه من ناحيتين. اللي حافظ القاعده بتاع الجمع المذكر السالم هيقول لي دي مضاف اليه وش؟ ايه قاعده الجمع المذكر السالم؟ مش احنا قايلين يا ابني ان جمع المذكر السالم لو جه بعده مضاف اليه انهم بتطير زي العصافير. تاني تاني، اي جمع مذكر سالم النون بتاعته تتحذف، ويقول لي واحد يكلمني يقول لي خلي بالك ده في كلمه جت قدامي جمع مذكر سالم النون بتاعتها محذوفه، تفتكر الكلمه اللي بعدها تتعمل ايه؟ من غير ما ابص في الجمله، جمع المذكر السالم لما النون بتاعته بتتحذف بيبقى اللي بعدها مضاف اليه. مش محتاجه مني ذكاء، مش هبص. جمع مذكر سالم النون اتحذفت يبقى اللي بعدها مضاف اليه. فدي جمع مذكر سالم. النون بتاعتها مش موجوده، يبقى اللي بعدها مضاف اليه، اللي هي كلمه خير. يبقى ده منادى مضاف، يبقى اسم لا مضاف. مفهوم؟ يجي واحد يقول لي طب وانا ايش عرفني؟ ما انا يمكن قصدي محبي اللي هو يعني واحد. يا ابني واحد ازاي وانا بقول لا محبي خير حقودون؟ يعني بتكلم على جمع. المفروض اسمها محبين، بس انا حذفت النون للاضافه عشان خاطر بعدها مضاف اليه. اتفقنا؟ طيب. افهم من كده ان دايما اسم لا طول ما هو مضاف هتلاقيه غير منون لو هو مفرد او جمع تكسير. طب لو هو مثنى او جمع مذكر لازم النون بتاعته تكون محذوفه. بس طول ما اسم لا مضاف لازم لو هو مفرد او جمع تكسير ما يبقاش منون. ما ينفعش يبقى منون، ما ينفعش، لان المضاف اليه ممنوع يجي قبله تنوين. ولو هو جمع مذكر سالم او مثنى لازم النون بتاعته تتحذف. خلصنا؟ طيب
جميل قوي. الشبيب المضاف، الشبيب المضاف بيبقى بالشكل ده، مش احنا بنطلع اسمه وخبر الاول؟ بص كده عندي بيبقى اسم لا، وبعدين وبعد كده خبر لا، وفي النص، في النص بقى بلاقي هنا شبه جمله جر ومجرور، او كلمه كلمه مرفوعه او منصوبه. بعد اسم لا ممكن يا مستر توضح لي؟ حاضر. اجي اقول لحضرتك بص لي كده، لا صاعدا للجبل خائف. ركز معايا كده، لا صاعدا للجبل خائف. هو ايه الفرق بين دي ودي؟ او نوع هنا اسم لا ايه؟ مش هحدد النوع، اسم لا هو صح، الصاعد ماله مش خائف، ادي اسم لا ودي خبر لا. بص بقى جه في النص ايه؟ جه بعد اسم لا ايه؟ جار ومجرور وضحه. يعني ايه وضحه؟ لو انت سالتك الواد ده بيصعد فين؟ هتقول لي للجبل. عرفت منين بسبب الجار ومجرور؟ يبقى طول ما اسم لا بيجي بعدها جار ومجرور يوضحها، بس مش خبر، انا طلعت الخبر اهو، جار ومجرور يوضحها، يبقى ساعتها اقول لي ده شبيه بالمضاف يا مستر، ده شبيه بالمضاف، شبيه بالايه؟ بالمضاف. او تلاقيني بقول لك كده، لا معلما غيره مكروه. معلما الاسم لا، انا بدور على الخبر، فين خبر لا؟ المعلم ماله مش مكروه، ادي طلعت اسم لا وخبر لا. امال كلمه غيره، عندي كلمه جت بعد اسم لا ينفع تبقى مضاف اليه؟ عارف لا ليه؟ لان لو هو مضاف ما كنتش قدرت انون كلمه معلما، صح؟ يبقى ده مش مضاف اليه. عندي كلمه جت بعد كلمه معلما وضحتها. استنى عندك بقى، بص اول ما تلاقي الكلمه اللي جت بعد اسم لا وضحتها في الشبيه بالمضاف مش جار ومجرور، اعرف ان هي تتعرف حاجه من الاثنين، لا اما تتعرف فعل مرفوع، لان هي فعل مرفوع، لا اما تتعرف مفعول به منصوب. منين؟ فاكر اخدت السنه اللي فاتت المشتقات العامله، اسم الفعل واسم المفعول وصيغه المبالغه. مش مهم، اول ما تلاقي اسم لا جاي شبيه بالمضاف وبعده كلمه منصوبه، واللي اللي بعده مفعول به منصوب بسببه، يبقى كلمه غيره تعرب مفعول به لاسم الفاعل العامل معلما. تاني يا مستر، حاضر. انا محفظك اسطمبه، بقول لك خلي بالك الاسطمبه دي لما بجيب شبيه مضاف بجيب الاسطمبه دي. اني الاسطمبه؟ الشبيه مضاف بيجي بثلاث اشكال، لا اما اجيب لك اسم لا وخبر لا وفي النص جار ومجرور يوضح اسم لا، لا اما اجيب لك اسم لا وخبر لا واجيب لك في النص كلمه مرفوعه توضح خبر لا تعرف فاعل، لا اما اجيب لك اسم لا وخبر لا واجيب لك في النص كلمه منصوبه توضح اسم لا وتعرف مفعول به. بس مفهوم يا جماعه؟ مفهوم؟ تمام. طيب يبقى ده شبيه بالمضاف. طب اقول لك حاجه تاني عشان نريح بعض، الشبيه بالمضاف دائما لو هو مفرد او جمع تكسير لازم يبقى منون يا حبيب قلبي، ولو هو جمع مذكر سالم او مثنى لازم النون بتاعته تبقى موجوده يا روح عيني، لازم، على عكس ده تمام. فتلاقيني بقول لك بص يا ابني، اول ما تلاقي اسم لا منون ما تسميش شبيه بالمضاف وارمي. نوعه ايه يا ابني شبيه بالمضاف؟ مش منون يبقى شبيه بالمضاف. اول ما تلاقي اسم لا منون شبيه بالمضاف ما بسميش، هو ده النوع الوحيد اللي بينون. طيب اجي اقول لحضرتك بص لي يا ابني، بص لي، لا محبين خيرا مكروهون. اعرب لي خيرا، حافظ الاسطمبه بقى، ما تجيش تقول لي انا عارف ومش عارف، ما انا حفظك حتى لو انت مش عارف. انا قايل لك نوع اسم الله هنا ايه؟ ها؟ تعالى كده. اولا ده اسم الله، ده خبر الله، صح كده؟ ده تمشي معاك منادى اسم الله مضاف؟ لا، لان لو كان مضاف كان ايه اللي حصل؟ كنت حذفت النون للاضافه وزعق لي كده، عاش. يبقى ده مش مضاف. ده شبيه المضاف؟ اه. عرفت منين؟ الشبيه المضاف بيبقى دايما لو جمع مذكر سالم النون بتاعته موجوده، زائد ان لازم يجي بعده حاجه توضحه. ما تكونش خبر، هي دي خبر؟
لا الخبر اهو جه بعده كلمه وضحته شبيه بمضاف وش. وانا قايل لك لما يجي لك كلمه منصوبه بعد اسم لما يكون شبيه بمضاف هتعربها ايه يا ابني؟ مفعول به واخبط. ثق فيا تعربها مفعول به. خلاص؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. ده لما بيجي يحب يوقع العيال في السؤال ده ليه؟ لانه بيعتمد على حته قديمه اخدتها السنه اللي فاتت اللي هي مشتقات العامله. فالعيال بتبقى ناسيه المشتقات العامله وما عندوش استعداد يفضل يذاكرها كلها. فبنقول له ريح دماغك، هو لما بيجي يلعب على الحته دي لما بيجيب لك بعدها كلمه منصوبه اخبطها لي مفعول به. خلصنا؟ تمام؟ انا نفسي اعرف اللي بيتكلم بس يرفع. والله شبيه مضاف. انت بتتكلم عن النوع ده؟ النوع ده صح؟ شبيه مضاف؟ مش ده اسمه وده خبرك؟ جه بعدها كلمة منصوبة وضحتها؟ شبيه مضاف وعلما تعرف ايه؟ طيب ركز معايا، اوعى تسرح وتقول لي علما نعت حبايبنا، اصل في طلبة ايه؟ حافظة الثوابت بتاعت سنة 1999 تمام؟ رغم ان احنا في 2022 بس حافظ الثوابت بتاع 99 فتلاقيه لسه شغال بيها اللي هو ايه؟ ناكرة ناكرة نعت فهمت اللي عندي؟ مش عارف ايه ماشي لسه شغال بيها تمام؟ طيب ركز معايا بقى. اسم لا بيعرب ايه؟ اسم لا منصوب. اعرب لي صاعد، اسم لا منصوب بالفتحه. خائف، خبر لا مرفوع بالضمه. اعرب لي محبي، اسم لا منصوب وعلامه نصبه الياء لانه جمع مذكر سالم. فاكرين علامات النصب؟ فاكرين؟ والله لا اقولها لكم. بص صل على النبي، اول ما تقول لي منصوب، عشان في عيال دايما لما باجي اشرح حاجه مثلا بالذات علامات النصب فبلاقي العيال اول مره تحضر قاعده ازاي؟ هيشرح بقى الحاجات اللي انا اصلا ما اعرفش بقول منصوب بايه، يعني بلاقي فيه شبه اجماع، انا ما اعرفش انتوا اجتمعتوا امتى واتفقتوا على الحاجات دي. لما بنقول منصوب اي كلمه هتقول عليها منصوب ما دام هي اسم اعرف على طول. لا اما تقول لي منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لا اما منصوب وعلامه نصبه الكسره، لا اما منصوب وعلامه نصبه الالف، لا اما منصوب وعلامه نصبه الياء. دي كل علامات النصب في اللغه العربيه. يبقى ده منصوب، يبقى لما منصوب بالفتحه، لما منصوب بالكسره، لما منصوب بالالف، لما منصوب بالياء. طيب امتى بقول بص كده منصوب بالفتحه؟ لو الكلمه اللي قدامي مفرد، مفرد او جمع تكسير. جمع التكسير هي الجموع اللي ما فيهاش نهايات ثابته، زي كلمه الرجال وزي كلمه النساء وزي كلمه المصانع وزي كلمه المساجد وزي كلمه المعابد زي كلمه الاعمال. كل الكلمات دي ملهاش نهايات ثابته، ولا بتنتهي بواو ونون ولا ياء ونون ولا الف وتاء، ملهاش نهايه ثابته. ده اسمه جمع تكسير. يبقى المفرد وجمع التكسير هو بس اللي بيتنصب بالفتحه. امال امتى بقول منصوب بالكسره؟ جمع المؤنث السالم اللي هو اخره الف وتاء ده. حلو. امال امتى بقول منصوب بالالف؟ الاسماء الخمسه. الاسماء الخمسه اللي هي ايه؟ أب وأخ وحم وفو. دي بص فاهمك أنا، دي حم وزو وفو، دي اسمها أسماء خمسة. الأسماء الخمسة وقت ما بتتنصب بتتنصب بالألف، وأقول أخاك وحماك وفاك وزاء. طيب أمال إمتى بقول منصوب بالياء؟ مع جمع المذكر السالم والمثنى بتنصب بتنصب بالإيه؟ بالياء. ادي لما اقول لك منصوب. فلما اجي اقول لك محبي، اسم لا منصوب بالايه؟ تقول لي بالياء لانه جمع مذكر سالم. لما اجي اقول لك صاعدا منصوب بالايه؟ فتحه مفرد. معلما فتحه. طب محبين ياء. طب قلت لحضرتك لا معلمات، لا معلمات للخير، مفعول به يبقى اسم لا منصوب بالكسر. ماشي اتفهمت يا سيدي؟ اتفهمت دي؟ جمع المؤنث السالم بينصب بالكسر. في ملحوظه بس اقولها لك وانا ماشي. ها بص كده، منصوب بالفتحه دي الوحيده اللي علامه اصليه. حضرتك قلت منصوب بالكسره، منصوب بالالف، منصوب بالياء، العلامه دي اسمها علامه ايه؟ فرعيه.
يبقى لو انت قلت منصوب بالفتح يبقى دي اسمها علامه اصليه، قلت لي منصوب بالكسره بقى منصوب بالياء الف منصوب بالياء دي اسمها علامه ايه؟ علامه فرعيه. فرعيه فرعيه. طيب قول لي ها فعل اجي اقول لك لا قويا جسده خائف، قويا جسده هنا جسد تعرف فاعل، وعشان تعرف اللي بعدها فاعل ولا مفعول ولا مفعول اسال بمين عادي، مين اللي قوي الجسد يبقى فاعل، لكن هنا مين اللي صاعد هو، مين اللي معلم هو، ماذا يعلم غيره مفعول به. المفرد بقى بص بقى ركز معايا، انا قبل ما ابدا قلت لك كلمه السر ان انت تعمل ايه؟ تطلع الاسم والخبر الاول صح؟ بص بقى اجي اقول لحضرتك لا صادق مخادع، لا متصدقين بخلاء، لا طالب في المدرسة. صليتوا على النبي. لما اجي ابص في الجمل دي حضرتك بعد اذن حضرتك بعد اذنك ما اجي اسالك اسم لا نوعه ايه هتعمل ايه؟ قلمك معاك صح؟ فين اسم لا؟ مش محتاجه منك ذكاء، الكلمه اللي بعد لا هي اسم لا. طيب اسال يلا الصادق ماله؟ مش مخادع، طلعت اسم لا وخبر لا؟ هنا في مضاف اليه؟ هنا في حاجه وضحت اسم لا؟ ده مفرد. يعني ايه مفرد بقى؟ المفرد ما ليس مضافا ولا شبيه بالمضاف، طول ما هو مش مضاف ولا شبيه بالمضاف يبقى ساعتها بنقول مفرد بس كده. تعالى يا مستر لا متصدقين بخلاء، طلع اسم لا متصدقين. المتصدقين مالهم؟ مش بخلاء، صح؟ ادي اسم لا وخبر لا، في مضاف اليه؟ لا، في حاجه وضحت المتصدقين؟ لا، يبقى على طول مفرد. يجي الواد الغشيم يعمل ايه؟ اصل في طلبه بصمجيه. المهم ركز معايا. المثال ده بقى في طلبه حبايبنا بيعمل ايه؟ يسيبني بشرح. يقوم المجرم عامل ايه؟ مألف قاعده مع نفسه. هو لقى ان في صداع في النص. مش دي بيجي بعدها جار ومجرور؟ خلاص. ما لما الاقي جار ومجرور بعد اسم لا يبقى ده شبيه بالمضاف. يقوم مألف قاعده وهو قاعد كده في سنه، عارف انت اللي عندي اللي هو ايه؟ تك تك ويقوم مخلص اللعبه وهو قاعد. فيجي الواد ياخد مثال زي ده. فيجي يعمل ايه؟ يلاقي اسم لا بعدها جار ومجرور. ده شبيه بالمضاف، طبعا من وجهه نظره هو. لكن لو هو انا اصلا كان سامع الكلام اللي احنا قلنا عليه، كان برضه حل بنفس السهوله، يعني ما كانش هياخد وقت. طلع لي اسم لا وخبر لا، طالب اسم لا صح؟ فين خبر لا؟ اسال بماله، الطالب ماله؟ ده خبر نوعه شبه جمله. نوعه ايه بقى اسم لا؟ مفرد. ليه؟ مش ده اسم لا وده خبر لا؟ شبه جمله؟ هل جه مضاف اليه؟ لا. هل جه حاجه وضحت الطالب؟ لا. بس مفرد عادي جدا. يا ذكي هو ده لو شبيه بالمضاف مش كان هيبقى منون؟ يا ذكي كان هيبقى منون، مش انا قايل لك فوق الشبيه المضاف لازم يبقى منون لو هو مفرد؟ صح يا جماعه؟ ادي انواع اسم لا الثلاثه. حد مش فاهم ده؟ طيب ها اكمل؟ طيب بريك في عينكم. خلي بالك بقى ركز معايا. لما اجي اقول لحضرتك خلي بالك شايف المنظر ده؟ لابد لا شك لا مفر لا ريب. تاني يا مستر. اول ما تشوف لابد لا شك لا مفر لا ريب، اول ما تشوف الكلمات دي قول لي بص يا مستر انا هديك معلومتين في وشك كده على السريع اصبح عليك بيهم. لا بد لا مفر لا ريب لا شك لا ضير. شايف الكلمات دي؟ تمام. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بس اهم حاجه ما يكونش قبلها باء، مش عايز ذكاء. ما تقوليش بلا شك بلا ريب بلا، لا هي كده من غير وشروط متطابقه. هتقولي بص خد المعلومه الاولى في وشك، اسم لا دي لنا في الجنس ماشي، اسم لا هنا
مفرد. اعربه ايه؟ اعربه كالاتي: اسمي لا مبني على نقط في محل نصب، والخبر بتاع لا محذوف تقديره في ذلك. خلصت. بس تاني بقى، بص يا سيدي، اسم لا لما يكون مفرد اصلا بيتعدي بايه؟ ما بيتعدبش منصوب، خلي بالك. اسم لا طول ما هو مضاف وطول ما هو شبيه مضاف بيبقى معرب، بيتعرب اسم لا منصوب، عشان كده بيبقى معرب. لكن اسم لا طول ما هو مفرد بيبقى مبني. يعني ايه مبني؟ يعني وانا بعربه ما بقولش منصوب. انت ملاحظ ان انا مش قادر احط ترمين بالفتحه؟ ليه؟ لانه مش منصوب. امال بيتعرب ايه؟ اسم لا مبني على نقط في محل نصب. اكتب له نقط في الامتحان، اسمعني الاخر. اسم لا مبني على نقط في محل نصب. اي اسم لا ما دام مفرد بيتعرب كده، اسم لا مبني على نقط في محل نصب، ونحط مكان النقط دي علامه الرفع. يعني حضرتك لو الكلمه دي هتترفع، هتترفع بالايه؟ دي هتترفع بالفتحه. يا شيخ حسبي الله ونعم الوكيل، دي لو هتترفع هتترفع بايه؟ احنا محتاجين نرجع رابعه ابتدائي. بالضمه والله، رفع بالضمه. تخيل دي مبتدا، تبقى مبتدا بالايه؟ ضمه، صح؟ ماشي. أول مرة أسمع مرفوع بالفتحة، مش موجودة أصلاً، يعني مش حاجة اسمها مرفوع بالفتحة. خلاص؟ لسه كاتبين الفتحة من علامات النصب، مش طالعة بدورين. ركز معايا، دي لما تترفع هتترفع بإيه؟ يبقى تقول لي كده: اسم لا مبني على الضم في محل نصب. إعرب لي متصدقين. معذرة، إحنا قلنا على الرفع، لا، على النصب. هتعربها لي، معذرة. هتعربها لي، اسمع، هتعربها لي بالنصب عادي. هتقول لي: اسم لا مبني على نقط، وتحط علامة النصب عادي جدا. هي كلمة صادق لما تبقى مفعول به تتنصب، تبقى منصوبة بالايه؟ بالفتحة. فتقول لي: مبني على لا دي عشان منصوبة، أنا أصلا كنت بسأل سؤال تاني. يبقى مبني على الفتح في محل نصب. خلاص؟ تمام. طب متصدقين، اسم لا مبني على نقط في محل نصب. هي المفروض الكلمه دي لما تتنصب تتنصب بالايه؟ يبقى مبني على الياء في محل نصب. خلاص يا جماعه، اتفقنا؟ طيب، يبقى وانت بتعرب اسم لا تقول لي: مبني على نقط، وتحط في النقط دي علامه النصب في محل نصب. طيب، افرض قلت لحضرتك: ولا تعالى ذلك الكتاب ولا ريب فيه. فين خبر لا في؟ هل لو انا قلت لا ريب ولا شك لازم الخبر يبقى محذوف؟ لا، مش شرط، ممكن ما يبقاش محذوف عادي. خلاص يا جماعه، مش شرط الخبر يبقى محذوف، مش شرط. امتى بيبقى محذوف؟ لو انا سالت لا ريب، الريب ماله؟ ملوش، مفيش اجابه، يبقى الخبر محذوف تقديره في ذلك. طيب، اخر معلومه خالص وملحوظه عندي، ان لا لما يتصل بها حرف جر باء اللي بعدها يعرب ايه؟ اسم مجرور. أدام لا حصل فيها خلل في شرط من الشروط اعتبرها مش موجودة. أجي أقول لك: أحب القراءة بلا شك. بلا شك، أعرف شك إيه؟ بس تعرف إيه يا عمنا؟ اسم إيه؟ اسم إيه؟ اسم مجرور. خلاص؟ اتفقنا؟ يا مسهل يا رب. ينفع معاهم إيه؟ ها؟ احنا بنقول مثال، في كلمات كتير. خلاص؟ طيب، صليتوا على النبي؟ التوكيد. بسرعة كده، اسلوب التوكيد. اسلوب التوكيد اللي بستخدمه كتبه لحضرتك في الملزمة، أول حاجة أدوات التوكيد لما بشوفها إن وأن، اللي بيجي معاهم اسمها وخبرها. زي لما أقول لحضرتك: إن الرجل يصدق في حديثه، ده اسلوب مؤكد بإن.
اساليب التوكيد ركز معايا الله يصلح حالك. اساليب التوكيد سريعا، انت بقول ان الجمله قدامي فيها اسلوب من اساليب التوكيد، لما الجمله بتاعتي بتبدا بان وان، خلي بالك ان وان مش ان وان، ان اللي بيجي معاها اسمها اللي بتنصب اسمها وترفع خبرها، خلاص يبقى دي اداه من ادوات التوكيد، سواء ان مهمزه لتحت او ان مهمزه لفوق. لكن لو قلت لحضرتك احب ان اصدق في حديثي او ان تذاكر تنجح، دي ولا اداه توكيد ولا دي اداه توكيد. ليه يا عمنا؟ ادوات التوكيد اللي هي ان وان لازم يجي بعدها اسم ويتصل بها ضمير، اما ان وان لو جه بعدهم فعل ما يبقوش اصلا ان واخواتها، دي تبقى ان الناصبه وان الجازمه. اتفقنا؟ يبقى ان وان لازم لاما يجي بعدهم اسم او يتصل بهم ضمير، لاما اقول لك ان الرجل او اقول لك انه او انهم او انهما، لكن ان زائد فعل مباشره ما ينفعش. دي اول اداه عندي من ادوات التوكيد. رقم اثنين عند حضرتك من ادوات التوكيد قد زائد الفعل الماضي، قد زائد الفعل الماضي، قد زائد الفعل الماضي، زي لما قلنا حضرتك ركز معايا كده، قد نجح الطالب في دراسته. هنا عندي اداه توكيد اللي هي قد، عندي اداه توكيد اللي هي ايه؟ قد، عندي اداه توكيد اللي هي ايه؟ قد. بس خلي بالك قد لو دخلت على الفعل المضارع ما تفيدش التوكيد، وانما بتفيد ايه؟ شك. لما اجي اقول لك قد ينجح الطالب معنى كده ان انا شاكك في الموضوع، مش واثق في الواد ده، يبقى ساعتها تقول لي قد هنا تفيد الشك ما تفيدش التوكيد. جميل، ده بالنسبه لقد. خلي بالك بقى هنضيف ملحوظه صغيره هنا، الا وهي خلي بالك لو حضرتك اللام اتصلت بقد اعرف ان انت عندك اداتين توكيد. يعني لما اقول لحضرتك لقد نجح الطالب، انا كده عندي اداتين توكيد، عندي اللام وعندي قد، كده في اداتين توكيد مش اداه واحده. يبقى قد زائد الفعل الماضي اداه توكيد، اما لو قلت لقد زائد الفعل الماضي او لقد، يبقى كده في اداتين اللام وقد. يا مسهل. تالت اداه عندي من ادوات التوكيد اللام، اللام 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 المفتوحه. خلي بالك اللام المفتوحة، استنى كده، اللام المفتوحة ممكن تبقى لام ابتداء او ممكن تبقى لام مزحلقة، اللام اللي احنا بنسميها اللام المتزحلقة. لام الابتداء بتبقى اداة توكيد واللام المزحلقة بتبقى اداة توكيد. افرق ما بينهم ازاي؟ لام الابتداء هي لام بتبقى مفتوحة وبتدخل على المبتدأ، زي لما قلنا لحضرتك بص لي كده، لمسجد قوله تعالى أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. لمسجد، أنا عندي كلمة مسجد اسم مبتدأ اتصل بها لام، أول ما اللام تتصل بالاسم اللي جاي في الأول، أول ما اللام المفتوحة يا سرحان، أول ما اللام المفتوحة تتصل باسم في الأول، اعرف إن دي لام ابتداء. لام الابتداء بتعمل إيه؟ بتفيد التوكيد، أداة من أدوات التوكيد. طب لام الابتداء بتعمل ايه في الجمله؟ ما بتعملش حاجه، بيجي بعدها الكلمه تتعرب مبتدا مرفوع بالضم عادي جدا واللام اكنها مش موجوده. مستر معلش احترم جهلي، افرض انا ما اخدتش بالي ان دي لام الابتداء، اعمل ايه؟ معاك قلم يا ابني؟ معاك قلم؟ اشطبها بس في غير القران. اقدر اقول مسجد اسس على التقوى؟ اقدر. لام الابتداء دايما لما بتتحذف بتلاقي ما فيش حاجه حصلت، معنى الجمله ما بص. يبقى عندك لام الابتداء لام مفتوحه وبتتصل في الاسم في الاول، زائد ان ينفع احذفها من الجمله من غير ما يحصل خلل. خلصنا يا عمنا؟ تمام. امال لام المزحلقه؟ لام المزحلقه هي اللام اللي بتتصل بخبر ان، اللام اللي بتدخل على خبر ايه؟ ان. فتلاقيني بقول لحضرتك ان التاريخ ليعيد نفسه. بص كده، ادي ان اهي، وادي اسمها، وادي خبرها. خبر ان اتصل بلام، صح؟ أول ما تلاقي خبر إن اتصل بلام أعرف إن اللام دي لام إيه؟ لام مزحلقة. لام إيه؟ يبقى اللام المزحلقة بعرفها منين؟ لام المزحلقة لام مفتوحة بتتصل بخبر إن، ينفع أحذفها من الجملة دون خلل في المعنى. اللام المزحلقة بتتصل بخبر إن، لازم خبر إن، لازم خبر إن، لازم خبر إن. إن المزحلقة بتتصل بخبر إن، وبعدين ومفتوحة، وبعدين ويجوز حذفها من الجملة دون خلل في المعنى. احذفها يا ابني كده واقرا الجمله، ان التاريخ يعيد نفسه، ما حصلش حاجه. تمام، يبقى هنا في اداه توكيد؟ لا، ده هنا في ادتين،
عندك إن وعندك اللام، أدتين توكيد. هنا في كم أداة؟ أداة واحدة بس كده. طب لما أجي أسألك هي لام المزحلقة ولام الابتداء بتعمل إيه في الجملة؟ بتأكدها. لا لا، بتعمل إيه من حيث الإعراب؟ ما بتعملش حاجة. شكرا ليك. اللي بعده عندي بعد كده المفعول المطلق. فاكرين المفعول المطلق؟ المفعول المطلق. فاكر لما كنت بقول لك انطلق هات لي مفعول مطلق معاها، كنت بتقول وازدهر. ما تقعدي عدل. واخلص وانهزم. اهو المفعول المطلق عندي اداه من ادوات التوكيد. المفعول المطلق عندي اداه من ادوات. حلو، خش على اللي بعده. التوكيد سواء توكيد لفظي او معنوي. التوكيد سواء توكيد لفظي او التوكيد. خامس حاجة عندي التوكيد. التوكيد والتوكيد عند حضرتك لا اما لفظي لا اما معنوي. الفرق ما بينهما مستر. التوكيد اللفظي يا سيدي هو تكرار الكلمة، زي لما اقول لحضرتك السلام السلام يا شباب. هنا في توكيد لفظي. يعني ايه توكيد لفظي؟ كلمة تكون مكررة كوبي بيست من اللي قبلها. كوبي بيست، اخد الكلمة مكررة زي ما هي. اجي اقول لك الاخلاص الاخلاص يا شباب. عليك العمل العمل، او الزم العمل العمل. اقوم مكرر لك الكلمه مرتين. الكلمه الثانيه تعرب توكيد لفظي، مش بس تتعرب توكيد لفظي، تبقى اداه من ادوات التوكيد. عندي بعد كده التوكيد المعنوي. التوكيد المعنوي اللي هو ايه؟ كلمات التوكيد المعنوي اللي هي نفس وعين، كل جميع كلا وكلت. دي اسمها كلمات التوكيد المعنوي. الكلمات دي دايما بتبقى توكيد معنوي بس بشرط يتصل بها ضمير وتتحذف من الجمله. يعني اجي اقول لك حضر الطلاب كلهم، دي توكيد معنوي. استنى، التوكيد المعنوي بيبقى من الالفاظ دي، نفس وعين كل جميع كلا وكلتا. نفس وعين كل جميع كلا وكلتا، من الفاظ التوكيد المعنوي. الالفاظ دي لو جت بتبقى توكيد معنوي للكلمات دي، بس بشرطين، لازم يتصل بها ضمير. اتصل. الشرط الثاني، ينفع تتحذف من الجمله وما يحصلش خلل في المعنى. ينفع اقول حضر الطلاب واسكت، يبقى دي توكيد معنوي، يبقى دي اداه من ادوات الايه؟ توكيد. عندي بعد كده حروف الجر الزائده. حروف الجر الايه؟ وان حروف الجر الزائده زي ايه؟ زي من والباء والكاف، دي بتبقى حروف جر زائده. طيب احنا شرحناها بالتفصيل، بس حروف الجر الزائده بعرفها ازاي؟ يجوز حذفها من الجمله دون خلل في المعنى. الحرف الجر الزائد بعرفه ازاي؟ ينفع احذفه من الجمله من غير ما يحصل خلل في المعنى. تمام. واقول لك حاجه جميله، بص كده بسرعه. من بتبقى حرف جر زائد امتى؟ لما يجي بعدها نكرة، لما يجي قبلها نفي استفهام. زي لما اقول لحضرتك ما حضر من طالب، بص كده، ما حضر من طالب. هنا في اداة توكيد حرف جر زائد من. من حرف جر زائد عرفت منين؟ من بتبقى حرف جر زائد لما بتظبط بما ويجي بعدها نكره. من اهي مسبوقه بحق بما، ما نفي، ما تنفي وجاي بعدها نكره، يبقى ساعتها تقول لي حرف جر زائد. خلاص اتفقنا؟ ماشي. كذلك الباء. الباء بتبقى حرف جر زائد مع خبر ليس. اول ما خبر ليس يتصل بها باء تقول لي حرف جر زائد، زي لما اقول لك ليس الله بغافل، الباء حرف جر زائد، يبقى ده من ادوات التوكيد. والكاف بتبقى حرف جر زائد لما تيجي مع كلمه مثل، زي قوله ليس كمثله شيء، الكاف تبقى حرف جر زائد. وحروف الجر الزائده يجوز حذفها من الجمله دون خلل في المعنى. جرب كده تحذف من هنا، ما حضر طالب، ما حصلش حاجه. حروف الجر الزائده ينفع تحذف عادي. او اقول لك ليس الله بغافل، شيل الباء، ليس الله غافلا، ما حصلش حاجه. مفهوم يا جماعه؟ طيب بعدين قال لي عندنا من ضمن التوكيد عندك القسم.
القسم. القسم زي بالظبط لما اقول لك والله بالله تالله، والله بالله تالله، والله بالله تالله، اقول لك والله لينتصرن الحق، يبقى على طول القسم ده ايه؟ توكيد. خلاص يا جماعه؟ القسم، قلت لك القسم بعرفه ازاي؟ بيبدا بايه؟ باداه من ادوات القسم اللي هي الواو والباء، الواو والباء والتاء. طيب اخيرا اسلوب الكسر، تعالى بقى اسلوب الكسر. اسلوب الكسر احنا عندنا اخر وسيله من وسائل التوكيد الا وهو اسلوب الكسر. واحده واحده كده، يعني معنى كده ان اسلوب الكسر بيفيد التوكيد. اسلوب الكسر كان عندي بيتحقق او ليه كام وسيله. اسلوب الكسر بيتحقق بخمس حاجات او حاجه من خمسه. ايه وسائله؟ اول حاجه، اول ما تلاقيني قلت انما، رقم واحد انما، يبقى ده اسلوب كسر، وسيلته انما. زي قوله تعالى انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله. ده اسلوب كسر. اسلوب كسر. ايه وسيلته؟ قلت ليه انه اسلوب كسر؟ وسيلته يعني ايه السبب اللي خلناه كسر؟ ده اسمه وسيلته. وسيلته استخدام انما، بس كده يا سيدي. استخدام ايه؟ انما. خلاص اتفقنا يا مسهل يا رب. طيب رقم اتنين، اسلوب الكسر بيجي عن طريق ايه؟ النفي زائد الاستثناء. النفي زائد الاستثناء. ايه الاستثناء عندك؟ الاستثناء لا اما يكون بإلا، لا اما غير، لا اما سوى، لما يجي قبلهم نفي. زي بالظبط لما اقول لحضرتك ما تحطش ايدك على بقك وانت بتتكلم بقى، ما انا كده هشوفك. لما اقول لحضرتك لا يهمل الا المقصر، هنا ده اسلوب قصر. وسيلته ايه يا عمنا؟ النفي بلا والاستثناء بإلا. اي نفي مع استثناء، اي نفي مع الا، اي نفي مع غير، اي نفي مع سوى، ساعتها هتقولي ده اسمه اسلوب ايه يا عمنا؟ اسلوب قصر. الله ينور عليك. تالت حاجه من اساليب القصر عندك ادوات العطف، اللي هي بس العطف بايه؟ بلا وبل ولكن. اخد بالك انا كنت لسه قايل لك من شويه، خلي بالك في عندي حرف لا اللي هو حرف عطف. زي لما اقول لحضرتك ايه؟ صاحب الامين للخائن، هنا لا حرف عطف، ده اسلوب من اساليب الكسر. يبقى لا وبل ولكن. اما بقى الحروف العطف اللي هي الواو والفاء وثم واو، دي مش اساليب كسر. خلي بالك انا عندي لا وبل ولكن لما اكون عطف. جميل. او زي لما اقول لحضرتك لا يتكاسل لا يتكاسل المجتهد لكن الكسول. هنا المجتهد ما بيتكاسلش، من اللي بيتكاسل الكسول. هنا لكن حرف عطف، ولكن عكس لا العاطفة. لكن بتقول لك ان اللي قبل ما بيعملش واللي بعد بيعمل، اللي قبله ما بيعملش، اللي المجتهد ما بيتكاسلش، لكن اللي بيتكاسل الكسول. اتفقنا؟ طيب وعند حضرتك من اساليب الكسر المشهوره التقديم والتاخير. التقديم ليه والتاخير؟ التقديم والتاخير ازاي يا استاذنا؟ بص يا بابا، التقديم والتاخير مقصود بيها كالاتي. الجمله الاسميه بتتكون من مبتدا وخبر، صح؟ المبتدا بيجي في الاول، بيجي بعده الايه؟ طب طبيعي. لو حضرتك فصلت بين المبتدا والخبر بفاصل، قلت لي الطالب مجتهد، يبقى الجمله دي ما فيهاش اسلوب كسر، ما فيهاش تقديم وتاخير. لكن لو قلت لي الطالب في مدرسته مجتهد، اسلوب كسر. حيث قدمت الجر والمجرور، قدمت الجر والمجرور على الخبر. خلاص تمام كده. طيب قلت لي الطالب دائما في فصله مجتهد، نفس الكلام، ادام فصلت فاصل بين المبتدا والخبر يبقى ده اسمه اسلوب كسر. طب شقلبت الجمله، جبت الخبر الاول وبعد كده المبتدا بعدها، زي الجار والمجرور لما كنت ببدا بيه، اقول لحضرتك في المدرسه طلاب، انت بدات بشبه جمله وجبت المبتدا مؤخر، يبقى انت كده شقلبت الجمله. اول ما تشقلب الجمله ده اسمه اسلوب كسر. وسيلته ايه؟ تقديم ما حقه التاخير او التقديم والتاخير. ده بخصوص الجمله الاسميه. طب الجمله الفعليه التقديم والتاخير فيها بيبقى عامل ازاي؟ الطبيعي ان الفعل بيجي بعده الفاعل، بيجي بعده المفعول به، صح كده؟ هستأذنك بقى، مش هتاخده الا لما ولي امره يجي او يكلمنا بقى نشوف هيكلمنا على ايه. خلاص مش هتاخد الموبايل وانت ماشي، صح؟ صح معايا. لما اقول لحضرتك تاني ركز معايا،
لما اقول لحضرتك الجمله الفعليه، لما اجيب لك فعل الطبيعي ان اجيب لك بعده فاعل، والطبيعي ان اجيب لك بعده مفعول به. زي لما اقول لحضرتك حفظ الولد الدرس، الجمله دي ما فيهاش تقديم وتاخير. لكن لو فصلت بين الفعل والفاعل بجر ومجرور، قلت لك حفظ في المدرسه الولد، حطيت لك جر ومجرور بين الفعل والفاعل، السكون كسر. طيب حطيت لك جر ومجرور بين الفعل والمفعول به، قلت لك حفظ الولد في المدرسه الدرس، ادام فصلت ما بين ركنين يا اساتذه بشبه جمله يبقى اسمه السكون كسر. طيب حضرتك قلبت الاركان، قلبت الترتيب، جبت فعل وبعد كده مفعول به وبعد كده فاعل، قلت لي بص كده، اعطى الفقير الغني مالا، مين اللي ادى لمين في النهايه؟ الفقير هو اللي ادى الغني ولا الغني هو اللي ادى الفقير؟ الغني هو اللي بيدي الفقير، صح؟ طب انت قلت اعطى الفقير، جبت المفعول به الاول وبعد كده جبت الفاعل، يبقى ده اسمه اسلوب قصر، تقديم مع حق وتاخير. فاهمين كده؟ تمام؟ طيب اول لما تشوف المنظر ده، بص اول ما تلاقيني بقول لك اياك وجبت بعدها فعل، اعرف على طول ان ده اسلوب قصر. وسيلته ايه؟ تقديم المفعول به على الفعل، زي قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين. هنا اياك مفعول به، ونعبد الفعل بتاعها، هنا انا جبت المفعول به قبل الفعل. هل طبيعي ان احنا نجيب المفعول به قبل الفعل؟ بيحصل مع الضمير اياك بس. طيب اخر حاجه عندي تعريف طرفي الجمله، تعريف طرفي الجمله. طيب ايه بقى طرفي الجمله؟ تقصد مين؟ اقصد بالجمله الاسميه. تعريف طرفي الجمله معناها ان المبتدا والخبر الاثنين معرفه، المبتدا والخبر الاثنين معرفه. ثابت هستاذنك جهز لي حوار. تمام، ازاي يعني؟ اجي اقول لحضرتك الدين النصيحه، الدين المعامله. الدين النصيحه الجمله خلصت، الدين مبتدا والنصيحه خبر، الاثنين معرفه. ادام المبتدا والخبر الاثنين معرفه، ده اسمه تعريف طرفي الجمله. او اجيب لك ضمير منفصل زي هو واجيب لك كلمه بعدها فيها الف ولام، يبقى تعريف طرفي الجمله. اجي اقول لحضرتك هو الصادق في حديثي، هو الصادق هو مبتدا والصادق خبر، الاثنين معرفه لان الضمائر معرفه وفي نفس الوقت الكلمه دي معرفه ودي خبر. خلاص، يبقى تعريف طرفي الجمله انا اجيب لك مبتدا وخبر الاثنين ايه؟ معرفه الاثنين. طيب اللي بعده، ركز معايا، ده بالنسبه ليه؟ ده بالنسبه لاسلوب الكسر بخمس وسائل بتاعته. اتفهمت يا سته؟ اتفهمت حبيبي وابو ابيض اللي ورا؟ فهمت انا كنت بقول ايه؟ انت قوم اقف كده. سرحان في ايه؟ ها؟ فهمت ايه بقى؟ يعني ايه اسلوب كسر؟ ها؟ ما فهمتش؟ أنا ما بسألكش أنت فهمت ولا لأ، أنا بقول لك يعني إيه اسلوب كسر؟ كتر خيرك. لا أنت بتقعد ليه؟ حاجتك وبره. ركز معايا يا بابا. هقول لك قولوا لي يا بابا اتفضل. زيزو استاذنك خد اسمه ما يخشش بكره، ده لو فكر يعني. نحن العرب. لا ده مش، لا طبعا هو ما حصلش تقديم وتاخير. ده جمله اعتراضيه. يا بابا تعرفت انا فيها الجمله ازاي وهي مفعول به؟ مش انت بتقولي اسلوب اختصاص مفعول به؟ طب فين بقى تعريف طرفي الجمله؟ هو فين المبتدا والخبر معرفه؟ نحن معرفه، فين الخبر بقى؟ اللي بعده الله اعلم، لو جبتيه معرفه ماشي، ما جبتوش معرفه يبقى لا. فاهمه؟ طيب ركز معايا كده في الحته دي. في حته من الثوابت النحويه اللي عايز اقول لك عليها. صحصح معايا، حبيت افصلها لك عن النحو عشان تكون فشيت كده دماغك. بص يا سيدي، دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ ودي اسمها ايه؟
صليتوا على النبي؟ يلا ناخد شويه ثوابت مع بعض. اللي انا هقوله ده ثوابت، سرحت هتطير منك، ركزت اديك عرفت الثوابت وخلصنا من الاعرابات. خاصة وخصوصا لو جه بعدها اسم، كل سنة وانت طيب، الاسم اللي بعدها نعربه مفعول به لفعل محذوف تقديره أخص. خلصنا يلا. أغششك حاجة تاني؟ غششني. خصوصا وخاصة ده اسلوب اختصاص، بس بنسميه اسلوب اختصاص سماعي. خلاص؟ تمام كده؟ المهم بس مفيش حد فاهمني غيرك. معايا زلزة؟ تمام؟ طيب ارجع بقى تاني. يبقى خصوصا وخاصة الكلمات دي، اول ما الكلمتين دول اول ما يجي بعدهم اسم اخبط لي كده ثوابت اديني في وشي، قول لي يا استاذنا خصوصا وخاصة اللي بعدها يعرب مفعول به. بس لا انا لسه ما خلصتش، تعال رايح فين؟ وخصوصا وخاصة تعرب ايه؟ تعرب حال، بس بشرط تكون جايه بالشكل ده، تكون جايه بالشكل ده. يعني ايه؟ هو في شكل تاني؟ في شكل تاني يجي يقول لي وخصوصا وخاصه. ايوه، اول ما خصوصا وخاصه يجي قبلها واو، كده كده اللي بعدها يتعرف مفعول به، ما عنديش مشكله. هي بقى تتعرف ايه؟ هي ساعتها تتعرف مفعول مطلق. بس خلصنا تمام. يبقى خاصه وخصوصا جه قبلها واو؟ لا، هي تتعرب حال واللي بعدها مفعول به. طب جه قبلها واو؟ خلاص، يبقى تتعرب مفعول مطلق واللي بعدها مفعول به. طيب بص بقى، انا عندي خاصه لو دخل عليها حرف الجر باء، اول ما اقول لك بخاصه اعرف ان الاسم اللي بعدها هيتعرب مبتدا مؤخر، وهي هتبقى خبر مقدم شبه جمله. ادي كل حالات خصوصا وخاصه، يبقى ليها ثلاث حالات خلصنا منهم. حد مش فاهمه او حد فيه نقطه مش واضحه قولي من اول تاني خالص. ها دول بس؟ طب ما هي من اول خالص، بتحسيني دول بس ايه؟ ما هي من اول خالص. خصوصا وخاصه الاسم اللي بعدهم بيعرب مفعول به. انت بتكتبي ايه انت؟ يعني انت عايزه تفهمي ولا عايزه تكتبي؟ طيب هما ما اتصل، هما كده كده اللي بعدهم مفعول به ما عنديش مشكله. هما بقى بيتعربوا ايه؟ لو مش قبلهم واو يتعربوا حال. طب قبلهم واو مفعول مطلق لفعل محذوف. خلصنا. طب لو خاصه دخل عليها حرف الجر الباء وقلت بخاصه اللي بعدها مبتدا مؤخر وهي خبر شبه جمله مقدم. ها؟ ايه؟ لا معايا بقى. خلصنا؟ صح معايا. ما تقطعليش، خلاص ما لحقتش تكتب ولا تصور، انت حر. لا سيما ركز معايا بقى. لا سيما، بسم الله الرحمن الرحيم. لا سيما لأن في للجنس، وسي اسم لام، اسم لام منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بس تاني كوبلي تاني، ده دي لنا في الجد. وسي سيما مكونة من سي وما، سي اسم لا، اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طب نوعه ايه؟ نوع مضاف. ثوابت يا مستر، ثوابت. خلصنا من لا سيما. خش عليا بقى الكلمه اللي بعد لا سيما. بص، الاسم اللي هيجي بعد لا سيما هنقسمه لنوعين. هو الاسم اللي بعد لا سيما نكره ولا معرفه؟ والله لو الاسم اللي بعد لا سيما كان معرفه يبقى هو لا اما يتعرف بالنسبه لي مبتدا، لا اما يتعرف، لا معذره، خبر لمبتدا محذوف. لا اما يتعرب ايه؟ ها؟ لا اما يتعرب مضاف اليه. تاني قول لي عايز ايه؟
اه ما مضاف اليه. ما انا هقول لك دلوقتي على حسب، على حسب اللي بعدها يتقال ايه. لا سيما، لا سيما، لا سيما الاسم اللي بعدها لو معرفه يبقى خبر لمبتدا محذوف او مضاف اليه، الاثنين صح. انا اعرف انهي الاثنين صح. اقول لك احب الناس، لا سيما المؤمن بقضيتي. المؤمن تتعرف لا اما مبتدا مؤخر لا اما مضاف اليه، والاثنين صح. الا لو انا جيت في الامتحان قمت ماسك القلم او مش ماسك القلم، جبتها لك محطوط عليها ضمه، معنى كده ان هي هتتعرف ايه؟ مبتدا خبر لمبتدا بس. خلاص؟ او جيت حطيت لك تحتها كسره، معنى كده انها هتتعرف ايه؟ مضاف اليه بس. خلاص يبقى انا كده الموضوع خرج بره ايدي. طب ما حطش حاجه، ما فيش دليل ان هي مرفوعه ولا مجروره، مضاف اليه. الاثنين مضاف اليه وخبر لمبتدا محذوف. فاهمين دي يا جماعه؟ فاهمينها؟ تمام. طيب لا سيما لو جه بعدها كلمه نكره بقى. لو جه بعدها كلمه نكره، الكلمه النكره دي ممكن اعربها خبر لمبتدا محذوف، وممكن اعربها مضاف اليه، وممكن اعربها تمييز. التلاته يبقوا صح لو هي نكره. فتلاقيني بقول لك احب الطلاب لا سيما طالبا، تمييز منصوب بالفتحه، طالب خبر لمبتدا محذوف، طالب مضاف اليه مجرور على مجرور الكسر. التلاته صح. طب انا بقى اعربها ايه؟ على حسب. لو الكلمه اللي بعد لا سيما النكره منصوبه بالفتحه منونه بالفتحه يبقى تمييز، محطوط تحتها تنوين بالكسره مضاف اليه مجرور، محطوط تحتها عليها تنوين بالضمه خبر المبتدا محذوف. اتفهمت يا جماعه؟ اتفهمت؟ خلاص؟ ماشي. ركز معايا. خبر شبه جمله واللي بعدها مبتدا مؤخر. خبر شبه جمله واللي بعدها مبتدا مؤخر. افتح لي بقى الملزمه، افتح لي الملزمه بتاعت حضرتك. ايه؟ لا لا لا، حل. هات لي خشينا على النصوص والبلاغه صفحه 4. طيب صليتوا على النبي. صحصح معايا بقى. يقول احمد محرم: من يسعد الاوطان غير بنيها، وينيلها الامال غير ذويها، ليس الكريم بمن يرى اوطانه نهب العوادي ثم لا يحميها، ترجو بنكدته انقضاء شقائها، وهو الذي بقعوده يشقيها،
وتود جاهدة به دفع الأذى عن نفسي وهو الذي يؤذيها. سبل المكارم للكرام قويمة، قويمة يعني سليمة ومستقيمة، فعلامة يخطئها الذي يبغيها أو يبغيها. فعلامة ده استفهام، علامة يعني اللي على وما. ما أكثر المتفاخرين وإنما فخر الكرام بما حبت أيديها. بيقول لي معنى حبت، منحت ولا أعطت ولا رفعت، اللي جاب إيه؟ طيب هنا بيقول لي ما أكثر المتفاخرين وإنما فخر الكرام بما حبت أيديها، أي بما منحت وأعطت. لأن أصلا منح وأعطى وهب بيجوا بمعنى واحد اللي هو إيه؟ بما حبت أيديها، أي بما عطت أيديها. يبقى الإجابة بتاعتي الأولى والثانية. مستر، على أي أساس بحدد المعنى؟ من غير مبالغة، تحديد المعنى بيجي بعد ما تقرأ الأبيات كلها. عارف ليه؟ أحيانا الأبيات كلها لما بتقرأها بتكمل لك المعنى، مش أحيانا ده على طول. في كلمة ما بتعرفش توصل لمعناها إلا ما من خلالها ما تشوف هو الشاعر كان بيتكلم عن إيه أصلا. لما بتعرف هو كان بيتكلم عن إيه بتقدر توصل لمعناها. فعشان كده اوعى تقرأ الأبيات ككل بيت منفصل، اللي انت تروح تقرأ البيت الأخير لوحده عشان تطلع المعنى. لا، لازم تقرأ الأبيات كلها، لأن الشعر هنا بيتكلم عن العطاء للأوطان، إن الإنسان لازم يعطي الوطن ويضحي من أجله. اتفقنا؟ ماشي. نوع الأسلوب فيه إنما فخر الكرام. إنما أنا خلاص بقى، يعني إنما يعني أسلوب قصر، كل سنة وانت طيب. اللون البياني فيه أوطانه نهب العوادي، نهب العوادي المفروض دي ايه؟ استعارة. هي الأوطان بتتنهب، شبه الأوطان بايه؟ وكأنها شيء مادي ينهب. هو ايه اللي ممكن ينهب؟ الأشياء المادية، ممكن الألم، ممكن المال، ممكن الحقيبة، صح؟ لكن لما أقول لحضرتك الوطن نهب يبقى خيال، لأن نهب يعني سرق، واتفقنا في الحتة دي. سرق، هو في حد بيروح يشيل الوطن ويسرقه ويمشي؟ لا. عايزه تقولي مجاز مرسل علاقته؟ اه ماشي. المشكله اوطانه نهب العوادي، يعني العوادي هم اللي بيسرقوا الاوطان. تكسيد. العاطفة المسيطرة على الشعر من خلال الأبيات. الشعر في خلال الأبيات يوجه نصحه لحس الأبناء الوطن لدفاع وطنهم، ولا حس واستنهاض الجيوش للدفاع، ولا استعطاف الغرب لرفع الظلم، ولا صحوة الدفاع عن الوطن أمام الرأي العام العالمي. طيب خلينا بس نتفق واحدة واحدة كده ونهدى ونستهدى بالله. الأبيات هل هي كانت موجهة للرأي العام العالمي؟ يعني كانت موجهة لدول أوروبا وللناس عامة؟ لا. يبقى أول آخر إجابتين مش هينفعوا معايا. ما يعني ايه استعطاف الغرب؟ استعطاف الغرب يعني الكاتب بيتكلم بنبرة خنوع، نبرة ضعف، نبرة ذل. هو امتى انا بستعطفك؟ لما انا ببقى اضعف منك يبقى ساعتها بستعطفك. معايا سادة؟ خلاص؟ الاستعطاف ده بيجي امتى؟ لما انا ببقى اضعف منك، اقل منك، ساعتها بيجي استعطاف. طيب حس واستنهاض الجيوش ولا ابناء الوطن؟ ايه الفرق بين الجيوش وابناء الوطن؟ جيوش يعني انا بتكلم اللي يدافع عن الوطن هو الجيش، اما بقى الشعب ملوش دعوه خلاص بقى ايه؟ الجيش بقى هو يدافع لوحده والشعب ملوش دعوه. هل هنا قصده كده؟ خالص. هنا بيقول لك من يسعد الاوطان غير بنيها. هل قال جيشها ولا قال بنيها؟ بنيها يعني بيكلم الابناء. يبقى الاجابه بتاعتي هنا هي الف. طيب ميز دور الشعر الوطني. الشعر الوطني شيوع، المفروض دي شيوع، ماشي؟ شيوع يعني انتشار. الألفاظ الرنانة التي تدعو إلى الحماسة الوطنية، تعدد الدعوات الوطنية للتخلص من المستعبر، ولا إلهاب حماس الجماهير للمطالبة بالحرية والحياة الكريمة، حبك الخطط لقهر المستعمر. طيب بص يا سيدي، الشعر الوطني بيتميز بإيه؟ بيتميز إن له دور فعال في إلهاب حماس الجماهير عشان تقدر تطالب بالحرية. هل لو احمد شوقي القصيده دلوقتي بيدعو فيها ان احنا نقاوم المحتل، المحتل اتغلب؟ لا. يبقى كون ان الاشعار الوطنيه هي خطه لقهر المستعمر غلط. هو في حد بيحط خطه اشعار؟ يعني واحنا القاده بيقوموا يحطوا خطه عشان يهزموا الاعداء؟ ايوه. مين بقى هيقول البيت الشعري ده؟ مين اللي هيغني الاغنيه دي؟ لا طبعا.
وانما هدف الشعر ان هو بيلهي حماس الجماهير بس. خلاص يلهي بايه؟ حماس الجماهير. محمود حسن اسماعيل بيقول: أذن الفجر على أيامنا وسرى فوق رابيها الشروق، كل قيد حوله من دمنا جزوة تدعو قلوب الشهداء. يا سماء الشرق توفي بالضياء وانشري شمسك في كل سماء. ما معنى جزوة في البيت الثاني؟ بص كده، في البيت الثاني: كل قيد حوله من دمنا جزوة. جزوة معناها شعلة. طب والشعلة هي هي الجمرة. يعني ايه الجمرة؟ الجمرة اللي هي حطب من النار او شعلة من النار، الجمرة زي حتة الفحم كده. يبقى الثانية والثالثة صح. طيب الغرض البلاغي للإنشاء في البيت الثالث: يا سماء الشرق. طب اقول لك حاجة، مش احنا قلنا نداء، نداء غير العاقل بيفيد، نداء غير العاقل بيفيد التمني. لما اقول يا قلمي، يا قلمي يعني انت بتنادي على القلم، والقلم غير عاقل مش هيسمع النداء، يبقى ده اسمه نداء يفيد ايه يا عمنا؟ يبقى نداء غير العاقل يفيد التمني. حلو. اللون البياني في قوله الفجر، الفجر ما تقوليش استعاره تصريحيه الا ما تمشي بالخطوات، معلش يعني لا مؤاخذه. فين الفجر؟ بيقول لك اذن الفجر على ايامنا. انت ايه المقصود بالفجر هنا؟ ها؟ الحرية؟ وإيه تاني؟ ممكن يجي إيه في دماغك؟ إيه الفجر؟ النصر؟ صح؟ مش دايما الفجر بيرمز دي بالحرية والنصر؟ صح؟ حلو، يبقى أنا بشبه الحرية، ينفع أسأل، أشبه الحرية الحاجة اللي أنا أقصدها بالفجر؟ آه، أنا بشبه الحرية بالفجر. بشبهها بالإيه؟ بالفجر اللي جه خلاص. وكأن وقت الليل ده كان وقت الاستعباد، وقت الظلم، وقت الاستعمار، ولما جت الحرية اللي نقصد بيها الفجر، اللي بشبهها بالفجر. خلاص؟ وغالبا الفجر، احفظ من الحتة دي، الفجر لما بيجي مع أبيات استعمار أو الصباح يبقى دايما استعارة تصريحية، بشبه الحرية بصباح أو فجر. والظلام لما بيجي مع الاستعمار يبقى استعارة تصريحية، بشبه المستعمر بالظلام. مفهوم؟ تمام. وليه صح، برافو عليك، جميل جدا، ممتاز. الكلام ده انا قلت لك ما اللون البياني في اذن الفجر، انا قلت لك اللون البياني في ايه؟ ايه المشكله بقى؟ جبت منين اذن؟ انا عايز الفجر بس. خلاص، انا بابا انا بلتزم باللي محطوط بين القوسين. طب بقول لك ايه، طب ما نيجي نقول البيت كله كنايه، شيل بقى الاقواس. طب انت حاطط لي اقواس ليه؟ مش انا حاطط لك اقواس؟ مش قايل لك فيما بين القوسين؟ التزم بعد اذنك باللي بين القوسين، ما تروحش تدور لي في البيت الثاني. طب ما ندور في البيت الرابع، يبقى ملهاش لازمه بقى. خلاص. طيب العاطفه المسيطره على الشعر ايه؟ هل الفخر والاعتزاز بالوطن، ولا الحزن من قيود الاحتلال، ولا دعوه للتخلص من المستعمر، ولا الحزن على الشهداء والدعاء لهم؟ ها، الاجابه ايه؟ الاجابه الفخر والاعتزاز بالوطن. ها، طيب بص يا سيدي، معلش انا علمت على الفخر والاعتزاز بالوطن، بس بعد اذن حضرتك يا عم اياد، لازم العاطفه المسيطره وانت بتطلعها تبقى واد لعيب. العاطفه بتتلعب ازاي؟ من الالفاظ. يعني انت دلوقتي كنت عايز تقول الحزن، ده الشعر حزين، انا موافق، انا موافقك وبايدك في الراي، بس بعد اذن حضرتك ممكن تعلمني على الفاظ الحزن؟ يلا علمني، يلا. ها، فين الالفاظ اللي فيها حزن؟ دم بتدل على الحزن، دم بتدل على التضحيه مش حزن. في كلمات يبقى مش عاطفه مسيطره عليه، مش حزن. طيب دعوه العرب للتخلص من المستعمر، فين بقى الدعوه اللي كان بيدعوهم؟ يا سماء الشرق بيقول لها طوفي بالضياء، الضياء اللي هو مين؟ الحريه. وانشري شمسك في كل سماء، انشري حريتك في كل سماء. يبقى هو بيفتخر وبيعتز بالوطن الحر، ان الوطن خلاص اصبح حر، ما بقاش فيه مستعمر. مش هو بدا بيقول اذن الفجر النصر جه؟ يعني معنى كده ان النصر جه ان الاستعمار مشي؟ امال هنحارب مين؟ ما بقاش فيه مستعمر خلاص. طيب يبقى الاجابه بتاعت الفخر والاعتزاز بالوطن الحر، العرب الحر. استنتج ملمحا من ملامح الشاعر الشخصيه. بص يا سيدي، كون ان الشاعر بيتكلم عن الوطنيه، بسم الله الرحمن الرحيم، اكيد الشاعر ده ايه؟ وطني. خلاص، اكيد وطني. طيب يبقى
الميل الى تحرير القصيده. بص بص، اولا الاجابه دي غلط تماما. عارف ليه؟ مين عارف ليه؟ لا، مين يقول، مين يرفع ايديه ويقول لي الاجابه رقم ا غلط ليه؟ لا مش هو ده السبب. انا مش سامع. مش هو ده السبب اللي هيقولها يا واد مفتح. طيب ها، الله ينور عليك يا بنتي. بابا بابا، انت عارف معظم الطلبه، اقول لكم يعني، بتغلط في النصوص ليه؟ هتفتكرني انا بجازف او ببالغ، قصدي ما بتقراش السؤال. بالله في طلبه بتقرا السؤال زي ثلاث ارباعكم دلوقتي، ما قراوش السؤال اصلا. حضرتك بيقول لك انا عايز ملامح الشخصيه. يعني ايه ملامح الشخصيه؟ يعني الصفات الشخصيه للشاعر. تروح انت تقول له لم يلتزم بالوزن والقافيه؟ طب الالتزام بالوزن والقافيه دي ملامح الاسلوب، اسلوبه. ايه اللي دخل وزن والقافيه في الملامح الشخصيه؟ ده اللي بيخلي الطالب، معنى كده انه ممكن يعمل ايه؟ يروح يجيب لك وحده وزن وقافيه، فانت زي الغشيمه تروح معلم عليها، رغم ان انا ما سالتكش فيها اصلا، ده انا بقول لك شخصيه. يا بابا اقرا السؤال كويس، ابوس دماغ حضرتك، اقرا السؤال، شوف السؤال بيسالك بيقول لك ايه؟ خلاص؟ حافظ ابراهيم بيقول: انا ان قدر الاله مماتي، لا ترى الشرق يرفع الراس بعدي. ما رماني رام وراح سليما. انت بسالك سؤال، بالله عليك يا شيخ، انا ما اعرفش الابيات بتتكلم عن ايه. الشاعر في اول بيت بيقول لك انا لو مت الشرق، الشرق دول الشرق كلها، الدول العربيه مش هتعرف ترفع راسها بعدي. يقصد مين بقى؟ يقصد مين؟ مصر. يقصد بيها مصر. خلاص؟ طيب، ما رماني رام وراح سليما، من قديم عنايه الله جندي. كم بغت دولة علي وجارت، ثم زالت وتلك عقبة التعدي. يعني عقبة نهاية وخاتمة، والتعدي هو التجاوز والبغي. إنني حرة كسرت قيودي، رغم ركب العدا وقطعت قدي. القد اللي هو يعني ما يربى به الإنسان. وتماثلت للشفاء وقد دانيت، حين وهيأ القوم لحدي. كل من أنكروا مفاخر قومي، مثل ما أنكروا مآثر ولدي. مضاد جارت في البيت الثالث. ها، جارت معناها ايه؟ هو عايز مضاد. ها، كم بغت دولة علي وجرت. جرت يعني ظلمت، عكس الظلم ايه؟ العدل. يبقى عدلت. اما نقول رجل جار يعني رجل ظالم. علاقة قولية لا ترى الشرق يرفع الرأس بما سبقتها. تعال أقول لك حاجة، أغششك بسرعة بسرعة بسرعة. لا ترى، أنت عايز تعرف علاقتها بما قبلها صح؟ بص، بطرف عينك اليمين بص في أول الجملة الثانية. أول الجملة الثانية هتلاقي دي إيه دي؟ أداة شرط جازمة. أول ما تلاقي إن زائد فعل ماضي اعرف إن دي أول ما تلاقي إن زائد فعل اعرف إن دي أداة شرط. بسم الله الرحمن الرحيم. اي اداه شرط هيجي بعدها فعل شرط، الجمله اللي بعدها نتيجه لما قبله. جمله جواب الشرط، لازم جمله جواب الشرط تبقى نتيجه. طب انت ما كنتش تعرف، اديك عرفت. طب انت نسيت، هقول لك. دايما جمله النتيجه بتبقى اجابه سؤال ايه نتيجه. يعني لو انت رجعت على الجمله اللي قبلها وسالت ايه نتيجه ان هي تموت، ان الشرق مش هيرفع راسه تاني، دي النتيجه. يبقى علاقتها بما قبلها نتيجه فعلا. يبقى الاجابه ايه؟ نتيجة. طيب اللون البياني فيه: إنني حرة كسرت قيودي، إنني حرة كسرت قيودي. طيب إنني حرة، في خيال؟ مفيش خيال؟ في خيال. أولا هي مصر ممكن تكسر القيود؟ مين اللي ممكن يكسر القيود؟ الإنسان هو اللي بيكسر القيود، صح؟ يبقى خيال. علم خط. مصر ما بتكسرش القيود، الانسان هو اللي بيكسر القيود. بشبه اللي تحت باللي فوق في، بشبه مصر بالانسان في كسر القيود. استعاره مكنيه بس كده. العاطفه المسيطره على الشاعر، العاطفه المسيطره على الشاعر هي ايه؟ ها،
حب الشعر لمصر وقدرتها على مجابات الاعداء، مجابات الاعداء لمقاومه الاعداء، ولا الحزن الشديد على مصير ابناء مصر، تمني وصول مصر لارقى مكانه، الحنين لموطن الوطن القوي الاصيل. اول واحده، انا هعلم على اول واحده بس عايز اعرف هو الباقي استرعيتهم ليه. في طالب قاعد دلوقتي هو ممكن يكون مش فاهم انتوا على اي اساس بتعلموا وعلى اي اساس بتستبعدوا. انا ليه استبعدت رقم باء؟ هو في حزن في الابيات يا جماعه؟ مفيش حزن صح؟ تمام كده؟ طيب جميل. لان هو اصلا الابيات كلها قايمه على ايه؟ بيقول لك انا كل الناس كانت تفتكرني مت بس انا ما متش. انا كام دوله جارت عليا وظلمتني بس انا رجعت قويه تاني، مفيش حزن اصلا. طيب لسه ما خلصتش. طب ليه ما قلتش تمني وصول مصر لارقى مكانه؟ انتوا عارفين دايما الاجابات اللي بخاف منها الاجابات دي، الاجابات المغريه دي، تبقى في اجابه مغريه، اجابه مغريه توهم اي طالب ان هي صح. فالواد يقرا وهو بيقرا الاجابه يقول لك فعلا صح، الشاعر عايز مصر توصل لمكانه عاليه. جميل، كلنا نفسنا مصر توصل لمكانه عاليه، بس انت جبت الكلام ده منين؟ يعني مين اللي قال لك ان الشاعر في نفسه في كده؟ اكيد نفسه في كده، كلنا نفسنا، بس انا عايز العاطفه اللي ظهرت في الابيات. هات لي من الابيات اللي بيدل ان الشاعر قال انه عايز مصر توصل لمكانه عاليه. يلا اطلع هاتها. يبقى ما تجاوبش من دماغك، انت بتجاوب من خلال الابيات. مفهوم يا جماعه؟ تمام؟ طيب قول يا بابا. الملامح الشخصيه؟ بابا الملامح الشخصيه يعني صفاتي. يعني انا كريم ولا بخيل، مرهف الحس ولا قاسي ولا جاد ولا هزلي، دي اسمها صفات شخصيه. الملامح الشخصيه عن الصفات الشخصيه. العاطفه المسيطره عليا يعني وانا بقول الكلمات، عاطفه اللي مصاحباني هي عاطفه الحزن ولا الفرح ولا التضحيه ولا السعاده ولا التشاؤم ولا الكره، دي اسمها عاطفه. خلاص. تندرج الابيات تحت غرض، ها طبعا لو بيمدح لو بيتكلم عن الوطن والتضحيه والنصر والكلام ده يبقى ليه؟ يبقى الفخر. ولا هي مصر، مصر لما بتكلم عليها زي، مش الشاعر زمان لما كان بيتكلم على قبيلته كان بنقول بيمدح القبيله ولا بيفتخر بالقبيله؟ طيب دلوقتي ما بقاش عندنا فكره القبيله، بقى عندنا فكره الوطن، يبقى فخر بس. طيب عايز تسال؟ ماشي. احنا اخدنا المدرسه ما اخدناش الرومانتيكيه. اثر البيئه، اثر البيئه يعني الكلمات اللي بتدل على البيئه. يعني ايه؟ ركز معايا. لما اقول لك الريف، لما اقول لك في الفلاحين، بيجي في دماغك ايه؟ الناس هناك ماشيه بقى بتركب، واحد جرر جاموسه او مربي ماشيه في البيت، دي اسمها مظاهر البيئه. يعني ايه مظاهر البيئه؟ يعني كلمات اقولها او استخدم حاجات موجوده في البيئه، زي البيئه الصحراويه اقوم استخدم كلمه الصحارى، بيئة ثلجية استخدم كلمة التلج، بيئة ممطرة استخدم كلمة الغيث والمطر. يبقى استخدم كلمات مرتبطة بالبيئة دي، دي اسمها كلمات تدل على ملامح البيئة. خلاص؟ اتفقنا؟ طيب ركز معايا يا بابا، صليتوا على النبي؟ المدارس الرومانتيكية الرومانسية، المدارس الرومانتيكية. طيب اللي حصل ان في قفزة حصلت، احنا كنا لسه بنتكلم فين؟ في الأندلس. واحنا بنتكلم في الخلافة العثمانية، أنا بس واحدة واحدة بس، الخلافة العباسية، بنتكلم الخلافة العباسية أسست عام 132 هجرية. العصر الحديث، بنتكلم في العصر الحديث إمتى؟ القرن اللي قبل اللي فات، اللي هي أواخر 1900 وشوية، 1800 وشوية، أواخر القرن ال 19 وبداية القرن الإيه؟ ال 20. يا مستر في قرون في النص، أنت ما جبت سيرتها، مش أنا يا ابني، ده في الدراسة.
طب ليه ما حطوهاش في المنهج؟ ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان الفتره دي كانت فتره ضعف الشعر وركاكه الشعر، الشعر وكانه مات واختفى في الفتره دي. الفتره دي كانت فتره المماليك والعثمانيين، المماليك والعثمانيين ما كانوش بيهتموا باللغه العربيه، ما ادوش اللغه العربيه حقها، فبدا الشعراء ما يهتموش بالشعر، فبدا الشعر محدش يقوله بقى، فالناس اهملت اللغه العربيه واصبح للشعر ملوش مكانه دلوقتي، فادى الى ضعف الشعر لحد لما جه العصر الحديث. وبدا في العصر الحديث يجي واحد اسمه محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي صحصح معايا، محمود معايا يا بابا، محمود سامي البارودي، محمود سامي البارودي ما كانش عاجبه الوضع اللي وصل له الشعر، اللي هو ايه؟ ضعف الشعر وركبته، ما كانش عاجبه الوضع ده. فبدا يفكر ازاي نرجع الشعر لقوته، اسمه محمود سامي البارودي، قال بس خير دليل او خير قوه اللي احنا نرجع الشعر لقوته ان احنا نبدا نقلد العصور اللي كان الشعر فيها قوي. الشعر كان قوي في انهي عصر؟ العصر الجاهلي والعصر العباسي والعصر الاموي والعصر الاسلامي، اللي هي الاربع عصور الاول. قالوا بس او قال بس يبقى انا هخلي الشعر ارجعه لقوته تاني، هقلد القدماء في كتابه الشعر، في نظم الشعر، في السمات اللي كانوا بيتميزوا بيها انا هقلدهم فيها. وبالفعل بدا محمود سامي البارودي يكتب قصائد، القصائد دي شبيهه بالقصائد بتاعت العصر الجاهلي، وبدا يعيد قوه الشعر مره تانية لوحده، وبدا يؤمن بيه تلاميذ من تحتيه. التلاميذ دول اللي هم كانوا كبار الشعراء في الوقت ده زي احمد شوقي وحافظ ابراهيم والكاظمي وشكيب ارسلان، اكبر الشعراء في الوطن العربي كانوا تلاميذ عمك محمود سامي البارودي. محمود سامي البارودي لقى الفكره طرقعت، قال لك بس انا هعمل مدرسه، مدرسه يعني اتجاه، انا هاسس الاتجاه اسمه الاتجاه الكلاسيكي، كلاسيكي يعني محافظ، كلاسيك جايه من كلمه قديم، قائم على التاثر بالقدماء. وبدا ياسس للاتجاه الكلاسيكي، سميها اتجاه كلاسيكي، سميها مدرسه الاحياء والبعث، سميها الاتجاه المحافظ، كل الاسماء دي مرادفات لبعض. جميل، هنا بقى اخد انا بقى، هو المدرسه الكلاسيكيه او الاحياء والبعث او الاتجاه المحافظ بيتميز بايه؟ ايه سمات الشعر؟ يعني ما بيقولوا شعر، الشعر ده بيتميز بايه؟ قال لي بيتميز بالاتي: واحد، الالتزام بوحده الوزن والقافيه، الالتزام بوحده، الالتزام بوحدة الوزن والقافية، التزام مصدر خماسي، ما فيهوش ألف ما فيهوش همزة. بيلتزموا بوحدة الوزن والقافية، لما بيجي يكتبوا قصيدة بيحافظوا على الوزن والقافية. يعني إيه قافية؟ القافية إن هو الحرف الأخير في الأبيات يكون واحد. الحرف الأخير في الأبيات يكون إيه؟ هقول قصيدة يبقى الحرف الأخير في كل الأبيات واحد. زي أحمد شوقي لما كان بيقول: اختلاف النهار والليل ينسي اذكر للصبا وأيامه أنسي، آخر حرف أنسي سين مكسورة. أو علامة الضياء. وصفة لي ملاوة من شبابي صورت من تصورات، بص ختم البيت الثاني بإيه؟ وأنسي ومسي، ختمها بسين مكسورة. في كل الأبيات عمالة إيه؟ سين 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 سين، النهاية واحدة في كل الأبيات، ده اسمه قافية، ده اسمه إيه؟ قافية، قافية موحدة. تمام، هم كانوا بيلتزموا بالوزن والقافية، مين اللي كان بيلتزم بالوزن والقافية؟ الجاهليين، فقلدوا الجاهليين في الوزن والقافية بتاعتهم، بيلتزموا زيهم. اثنين، الحرص على التصريع في مطلع القصيدة، يعني ايه التصريع؟ توافق نهاية شطري البيت الأول، أنت عند حضرتك البيت الأول أول بيت في القصيدة. لو آخر حرف هنا زي آخر حرف هنا في البيت الأول يبقى ده اسمه تصريع. هم كانوا بيحرصوا على التصريع، ان هم يستخدموا تصريع في البيت الاول، يبقى بيلتزموا بالوزن والقافيه وبيحرصوا على التصريع. اللي احنا بنحفظه ده عباره عن ايه؟ دي سمات المدرسه الكلاسيكيه او الاتجاه المحافظ او الاحياء والبعث، كلهم واحد. ثلاثه، استعاره صور القدماء. يعني ايه استعاره صور القدماء؟ اي استخدام الالوان البيانيه القديمه من تشبيه واستعاره وكنايه ومجاز، دي اسمها استعاره صور القدماء، او الاخذ من صور القدماء، او الاهتمام بصور القدماء. ما اختلفناش، صور القدماء تقصد بيها التشبيه والاستعاره والكنايه والمجاز المرسل. اربعه، التاثر ببعض الالفاظ التراثيه. يعني لفظ تراثي، لفظ صعب، لفظ قديم، بداوا يهتموا، بدل ما اللغه كانت رقيقه وضعيفه، لا احنا هنستخدم الفاظ صعبه، خلي الناس تتعلم بقى ان في لغه عربيه عريقه، وبتبدا الناس تدور هي معنى الكلمات دي ايه يا جماعه، ويفتحوا في المعجم ويكشفوا ويتعلموا. جميل،
بدأ يستخدموا كلمات صعبة زي أحمد شوقي في نص غربة وحنين لما كان بيقول وصفة لي ملاوة من شباب. يعني ملاوة فترة من الزمان. طب ما تقول لي فترة. قال لك لا، أنا استخدمت كلمة ملاوة عشان أجيب لك لفظ صعب عشان أبقى متأثر بالقدماء. خلاص. ولما استخدم كلمة الصبا عصفت كالصبا اللعوب. يعني ايه الصبا؟ الرياح الخفيفة. الرياح الخفيفة دي اسمها ايه؟ صبا. طب ما تقول لي رياح خفيفة يا عم، ما تقول لي رياح، ليه صبا؟ قال لي عشان دي كلمة تراثية، كلمة ما بتستخدمش النهاردة. يبقى الألفاظ التراثية نادرا لما تسمعها حد بيقولها من الناس، كلمة صعبة من زمان. هم اهتموا أو تأثروا ببعض الألفاظ التراثية. شيوع الحكمة، شيوع يعني كثرة. اخيرا وضوح الفكره، الفكره بتاعتي واضحه. يبقى ست حاجات كانت بتميز الشعر المحافظ او الكلاسيكي. يجي يسالني بقى، لو سالني السؤال المقالي يجي يقول لي بما ما سمات او خصائص المدرسه الكلاسيكيه، فانا اقول له ست. واحد، التزام بوزن والقافيه. اثنين، التصريع. ثلاثه، استعاره صور القدماء. اربعه، التاثر ببعض الالفاظ التراثيه. خمسه، شيوع الحكمة. ستة، وضوح الفكر. زود عليها كمان وحدة البيت. يعني وحدة البيت؟ تعدد الأغراض. قلت لك وحدة البيت يعني تعدد الأغراض، بيستخدموا أكتر من غرض في البيت. طيب، من أشهر شعراء الاتجاه المحافظ؟ قلت لك محمود سامي البارودي اللي هو المؤسس، أحمد شوقي، أحمد محرم، محمد عبد المطلب، عائشة التيمورية. طيب، الاتجاه الكلاسيكي أسسه البارودي. بعد ما البارودي مات، جه أحمد شوقي رفع الراية بعده وأسس المدرسة أو كمل تطوير في المدرسة وسماها المدرسة الكلاسيكية الجديدة. خلاص؟ ماشي. عيوب الاتجاه المحافظ، إيه عيوبهم؟ بص يا سيدي، أول عيب عندهم رقم واحد الاهتمام، عدل لي ليه، الاهتمام بالجانب البياني. الاهتمام بالجانب البياني، الاهتمام بالجانب البياني على حساب المعنى والوجدان. انت تقصد ايه؟ الاهتمام بالجانب البياني يعني كثرة الالوان البيانية من تشبيه واستعارة ومجاز. ايه ده مش فاهم. بص يا بابا، احنا عندنا دلوقتي في مدرسة جديدة هتظهر اسمها المدارس الرومانتيكية. ظهروا وقالوا يا جماعة احنا بناخد على الاتجاه المحافظ شوية عيوب. ايه عيوبهم؟ ايه الحاجات اللي مش عاجبينكم فيهم؟ قال له واحد، والله بيكتروا من الالوان البيانيه. يعني تيجي تبص في البيت تلاقي البيت مليء بالتشبيهات والاستعاره، مليء بالتشبيهات والاستعاره. خلاص، تمام كده، جميل. زي بالظبط، بص، عصفت قصب اللعوب ومرت سنه حلوه ولذه خلسي. عصفت هي قصب تتشبيه، اللعوب شبه الصبا باللعوب، ومرت سنه وكان السنه بتمر، ومرت سنة ولذة خلسي وكأنه عبارة عن لذة. الراجل استخدم في البيت ده بتاع ثلاث أربع ألوان بيانية كتير. وهم كانوا بيقولوا، مين دول الرومانتيكيين اللي جم بعدهم؟ بيقولوا إن كثرة الخيال تفسد المعنى. يا جماعة، إحنا ما بنحبش نتكلم مع الأطفال ليه؟ عشان الأطفال بيلجأوا للخيال. تلاقي الطفل هو بيكلمك يقول لك بص أنا لقيت سبايدر عمال يتنطط في الحيطة، وشفت كده شفت حد كده شبح، تلاقي الواد عمال يسمعه يقول له أيوه قول، وبعدين شفت شبح بص لي كده من بعيد ورجع اختفى تاني. ما احنا عارفين ان مخ الاطفال بيتكلم من وحي الايه؟ من وحي الخيال. عشان كده ما بنصدقهمش، لان كثره الخيال بتفسد الايه؟ بتفسد المعنى. فاخذوا عليهم الاهتمام بالجانب البياني على حساب المعنى. اثنين، استخدام شعر المناسبات والمجاملات. كانوا بيجاملوا بعض من الاشعار. واحد ربنا يكرمه بنته بتتجوز، يوم قال فيها قصيده شعر صاحبه. واحد ربنا كرمه ونجح، يوم قال في ابنه قصيدة شعر. واحد ربنا كرمه وراح يحج، يوم قال في قصيدة شعر. فدي بقى اسمه شعر المناسبات والمجاملات، بيجاملوا بعض بالشعر. ومشكلة شعر المناسبات والمجاملات بيؤدي إلى إيه؟ عدم الصدق. معنى كده أنت مش صادق، ما أنت كون إن أنت بتمدحني وبتقول لي مجاملة. زي بالظبط فكرة إيه كده؟ لما بنيجي نروح لبعض، مش كله يعني، بعض كده لما تيجي تروح في رمضان أو في العيد أو في أي موسم، رايح تزور خالتك اللي هي الزيارة الإجبارية، أو رايح تزور حد الزيارة الإجبارية، اللي هو أنت رايح إيه؟ يعني تحصيل حاصل. هو مطلوب مني لازم أروح أزور، أو مطلوب مني في العيد أتصل بخالتة أسلم عليها وأقول لها كل سنة وأنت طيبة. فأنت إيه؟ وأنت بتتكلم حتى كلامك كله إيه؟ عاملين إيه؟ كويسين؟ طب أخباركم إيه؟ يا ابني طب ما أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟
طب انتوا كويسين قوي، طب ما انت قلت كويسين من شويه، فانت عمال تعمل ايه؟ اتنبضت بالترادف كتير، ما انت مش عارف تقول ايه ليه، عشان حضرتك مش صادق في مشاعرك اصلا، فانت عايز المكالمه تخلص في اسرع وقت، بس انت عايز تبان ان هي طويله، انا قلت كلام كتير خلاص. ده ليه بقى؟ عشان ده مجاملات، والمجاملات تكون نابعه من احساس غير صادق. هم اخذوا عليهم استخدام شعر مناسبات والايه والمجاملات، اخذوا عليهم كمان زودها عندك دي عدم الاهتمام، عدم الاهتمام بالوحده الفنيه، عدم الاهتمام ايه يا عمنا؟ بالوحده الفنيه بس كده، ما كانوش مهتمين بالوحده الفنيه. تقصد ايه بالوحده الفنيه؟ احنا قلنا من شويه في حاجه اسمها وحده البيت، صح؟ يعني ايه وحده البيت؟ وحده البيت معناها تعدد اغراض. طب وحده الوحده الفنيه غرض واحد، يبقى الوحده الفنيه عكس ايه؟ وحده البيت. الوحده الفنيه ان الابيات كلها غرض واحد وعاطفه واحده والافكار كلها مترابطه ومتسلسله، بنسميها ترابط الافكار وايه وتسلسلها. ماشي. اسباب اتجاه مطران للرومانتيكيه، جت المدرسه اللي بعد كده او الاتجاه اللي بعد كده، اللي بعد الاتجاه الكلاسيكي طلع واحد عندنا اسمه خليل مطران. خليل مطران ده شاعر لبناني، وانتوا عارفين اللبنانيين يشبهوا شويه الاندلسيين، تلاقيهم مرهفين الحس بسبب الطبيعه الخلابه اللي نشأوا فيها، تمام؟ تحس الناس اللي هي جايه كده يعني. المهم ركز معايا، صحصح معايا، يعني مش بتريق، انا قصدي بيبقى تحس انهم مرهفين الحس كده. خليل مطران بص على الواقع حواليه، لان المدرسه الكلاسيكيه هي اللي مسيطره، قال لك لا يا عم انا مش عاجباني المدرسه الكلاسيكيه، انا هاسس لاتجاه جديد، هفتح مدرسة جديدة وهدور على اتجاه جديد واقنع الناس بيه. هتعمل ايه؟ قال لك والله انا هعمل اتجاه اسمه الاتجاه الرومانتيكي، اتجاه رومانسي. جبتها منين يا عم مطران؟ من الطبيعة الخلابة؟ قال لي من الطبيعة، عشان احنا بلد طبيعة وكده في لبنان. زائد اوعى تنسى ان انا سافرت فرنسا، الراجل ده سافر فرنسا، فراجع بقى عمال انا راجل متعلم بره. سافر فرنسا وهو هناك اطلع على الادب الفرنسي، هم عندهم ادب زينا على فكره وعندهم شعر زينا، بس شعر باللغه الفرنسيه. فكان الترند اللي طلع في الوقت ده الشعر الفرنسي الرومانتيكي، كانوا بيقولوا هناك شعر رومانتيكي. ورومانتيكي مش قصدنا حب، رومانتيكي معناه ايه؟ رومانتيكي معناه ان هو بيعبر الشعر عن عواطفه ومشاعره واحاسيسه، ان الشعر بيبتدي يوصف لنا حالته ونفسيته وشعوره، ويبتدي يقول لنا بقى حالته النفسيه عامله ايه وشعوره عامل ايه والعاطفه بتاعته ايه. ده اسمه رومانتيك او رومانسي. حلو. بدا خليل مطران تضرب في دماغه الفكره وتعجبه الفكره، قال بس انا لما هنزل هطبق الفكره الرومانتيكيه عندنا في الشعر خلاص، ويبقى اسس الاتجاه جديد اسمه الاتجاه الرومانتيكي او اتجاه رومانسي. يبقى اللي دفع مطران ان هو ياسس الاتجاه الرومانتيكي حاجتين، انه سافر الى فرنسا واطلع على الادب الرومانتيكي، زائد ان الراجل ده فين؟ ان الراجل ده نشأ في طبيعة خلابة في لبنان، نشأ في طبيعة خلابة في ايه؟ في لبنان. ماشي. الاتجاه الوجداني عند مطران بيقوم على ايه؟ قال الاتجاه الوجداني عند مطران بيتمثل فيه ان هو يرى الكون من خلال مشاعره واحاسيسه، يرى الكون من خلال ايه؟ يعني ايه مشاعره واحاسيسه؟ بعض الناس لما موده بيقفل بيعامل كل الناس وحش، تمام؟ دي مش حاجه حلوه، بس عامه في ناس كده. اول ما تلاقيه قفل خلاص، تلاقي مثلا في البيت قلبوا عليه، فيقوم عامل ايه؟ قلب على اخواته وقلب على اصحابه وقافل التليفون ويقطع العالم. ليه؟ هو حزين. ويفضل بقى دايما يقوم ينزل في الفتره دي البوستات اللي هي ايه؟ الحزن العميق او التشاؤم اللي فيه زهد في الحياه ده، تمام؟ المهم ركز معايا بقى، ده ليه؟ عشان البيه بيرى الكون من خلال مشاعره. يعني انا حزين، الكون كله ملوش لازمه خلاص، كل حاجه بتسود في عينيا، حصل موقف عادي عابر واثر فيا وحد قلل مني، لا خلاص الكون خلص، تمام؟ مطران كان كده، يرى الكون من خلال مشاعره ايه واحاسيسه. عمك مطران في يوم من الايام جه مصر وكمل حياته في مصر، دخل في قصه حب وبقت بالفشل. مطران ساعتها خرج من قصة الحب دي وهو حزين جدا، لدرجة ان الحزن سيطر عليه، وهو اصلا كان شخصية متشائمة مع الحزن بتاعه، فعملوا ميكس مع بعض تعب نفسيا. صحابه قالوا له بص انت مكانك مش هنا، انت تروح اسكندرية تغير جو كده وتنسى خالص وتفضي دماغك. فراح مطران
عاش في اسكندريه على اساس ان هي ياخد يعني ايه هدنه. فالمهم صحصح معايا بقى قال بس انا هنزل بقى وقت بقى الاستجمام دايما انا بحب ايه انا اهو متعود على الطبيعه ينزل وقت الاستجمام اللي هو وقت الايه وقت الغروب اللي هو قبل الغروب قبل ما الشمس تغرب وقت جميل ده ويقف قدام البحر عشان ينسى الشاعر وقف قدام الغروب لحظه الغروب قدام البحر بدا يفتكر كل الذكريات مع محبوبته فبدا يقول ابيات شعريه فبدا يشتكي بس مش لا حد يشتكي له فراح يشتكى لمين راح يشتكي للبحر فبيقول شاكن الى البحر اضطراب خواطري انا بشتكي للبحر الايه ان خواطري مضطربه مشاعري مش متزنه مشاعري مش مستقره شاكن الى البحر اضطراب خواطري يسكت لا البحر الجميل ما بقاش جميل البحر الهادئ اللي معروف دايما بسكوني وهدوئي ما بقاش هادئ مش انا قلبي مضطرب مش انا مشاعري مضطربه البحر كمان يضطرب فيجيبني برياحه الهوجاء فدايما كان شايف الكون من خلال مشاعره انا مضطرب كل حاجه تضطرب فيجيبني برياحه الهوجاء قلبي قلبي متاثر جدا ساون على صخر اصم انا واقف على صخره صماء ما بتحسش وليت لي قلبا كهذه الصخره الصماء ينتابها موج الموج بيجي من بعيد بيفضل كده يتصيد وكان الموج بينشر على الصخره عشان يفتتها ينتابها موج كموج مكاره الموجه اللي بتصيب الصخره دي عامله زي المكاره اللي بتصيب قلبي فهو شايف كل حاجه من وجهه نظره في الطبيعه زي اللي هو متاثر بيها حزين فكل حاجه حزينه مفهوم يا جماعه خلاص ده اسمه ايه ده الاتجاه الوجداني ان يرى الشاعر الكون من خلال مشاعره طب سعيد لا البحر بقى يبقى ايه بيزغرط كده ومبسوط والاشجار تهتز فرحا وسرورا ادام هو سعيد لكن لو هو مش سعيد يبقى الاشجار بتهتز اضطرابا وخشيه عشان هو مش سعيد طيب سمات المذهب الرومانتيكي عند مطران واحد بيقوم على تحليل العواطف الانسانيه اثنين قائم على المسر العليا دائما بيقوم على المسر العليا بيدعو للحب والاخاء والموده والاحسان ومساعده الضعفاء وتقديم الخير للناس دي اسمها المسر العليا يبقى المذهب او سمات المذهب الرومانتيكي عند مطران قائم على تحليل العواطف الانسانيه وتقدير الحب وتقديم المسر العليا المسر العليا يعني القيم النبيله جميل قل لي بقى مطران طور في القصيدة العربية صلحها دي اسمها القصيدة العربية مش العقيدة القصيدة العربية مطران طور في القصيدة العربية ركز معايا واحد ايه التطوير العام لمطران قال لي واحد القصيدة تجربة شعرية جميل تجمع بين القارئ والشاعر او تجمع بين الشاعر والمتلقي يعني لما بيقول قصيدة الشعور هنا بيبقى شعور متبادل انا لما ببقى حزين بخلي القارئ يبقى حزين زيي ليه زي بالظبط كده لما تيجي تقرأ رواية او تتفرج على فيلم المؤلف بيبقى عنده القدرة من خلال الألفاظ إن يخليك تبقى حزين مع الموقف الحزين خلاص؟ فمثلا لما تلاقي تاجر مخدرات لو هو بطل ولا حاجة وهيتقبض عليه تلاقي نفسك كل شوية زعلان نفسك ما تقبضش عليه ويفضل يتاجر في مخدرات ويكسب عادي جدا بس معايا طب هو إيه اللي حصل مع إن أنت بتخرج بره ما تبقاش كده أنت إيه اللي حصل أنت تعاطفت معاه ففي وقت التعاطف ما بشغلش عالي أنا متعاطف بس دلوقتي التعاطف ده بيحصل إزاي يا عمنا؟ بيحصل من خلال التأثير من خلال الكلمات فالقصيدة بالنسبة لهم هي تجربة شعرية بتجمع بين الشاعر والمتلقي اللي بيقول الشاعر باستخدام الألفاظ المعينة بيأثر في المتلقي الشاعر حزين فالمتلقي يبقى حزين يسمع القصيدة ممكن يعيط زي ما الشاعر بيعيط ممكن يتشائم زي ما الشاعر متشائم اثنين القصيدة وحدة متماسكة يعني وحدة متماسكة بيهتموا بالوحدة الفنية لما بيقولوا قصيدة تلاقي من أول بيت لحد آخر بيت الموضوع إيه؟ واحد هتكلم في الغزل يبقى من أول قصيدة لحد آخر قصيدة هتكلم في الغزل هتكلم عن الطبيعة من أول قصيدة لحد آخر قصيدة هتكلم في الطبيعة هتكلم عن حاجة تخصني أنا من أول قصيدة لحد آخر قصيدة هتكلم عني أنا
هتكلم عن محبوبتي، يبقى من اول قصيده لحد اخر قصيده هتكلم عن المحبوبه. خلاص يا جماعه، ده اسمها ايه؟ ده اسمها القصيده وحده متماسكه، اللي بسميها الوحده الفنيه. طب يعني ايه وحده فنيه؟ وحده فنيه يعني ثلاث حاجات: وحده الموضوع، الموضوع واحد، وحده العاطفه، هفضل متشائم طول القصيده. طب انا حزين من اول بيت لاخر بيت هفضل حزين. وترابط الافكار وتسلسلها، الافكار مترابطه ومتسلسله. ثلاثة، لا سيب الغي كلمة مجال التقرير دي، اكتب البعد عن المناسبات. البعد عن اللغة النابية، اللغة الايه؟ ايه اللغة النابية دي يا عمنا؟ قال اللغة النابية هي اللغة القبيحة، ما بيستخدمش لغة قبيحة ولا لغة نابية. طيب وفي نفس الوقت ما بيستخدمش شعر مناسبات زي الناس الوحشين التانية الكلاسيكيين من وجهة نظرهم. واخيرا الالتزام بالوزن والايه؟ والقافية. بيحاول يلتزم بالوزن والقافية. افهم من كده ان بيلتزم بالوزن والقافية زي مين؟ بيقلد الكلاسيكيين في الحتة دي. طيب الاتجاه الجديد ده عرف بايه؟ سمي بالشعر الرومانتيكي. خلاص؟ مين رائد هذا الاتجاه؟ قلنا خليل مطران. بنسميه رائد المدرسة او بنسميه الاب الروحي للمدرسة. اتفقنا يا عمنا؟ خلاص؟ طيب الشعر الوطني، الشعر الوطني احنا قلنا الاول العربي، العربي بصفة عامة كان بيفتخر بحاجة من الاثنين، لما كان بيفتخر بنفسه بذاته، لما كان بيفتخر بالقبيلة بتاعته. الانتماء كان بيبقى للقبيلة، ما كانش عندهم حاجة اسمها وطن. لحد في العصر الحديث وبالتحديد بعد اتفاقية سايكس بيكو، لما تم تقسيم الحدود وترسيم الحدود وتقسيم البلاد العربية إلى أوطان، بدأ يظهر عندنا مفهوم الوطنية. فكرة الوطن بدأت تظهر، إن كل شاعر أو كل إنسان بينتمي لوطن ما. وهنا بدأت تظهر الوطنية بديلا عن القبيلة. بدأ الشاعر يفتخر بنفسه وفي نفس الوقت يفتخر بإيه؟ بوطنه. واحيانا ممكن يدافع عن وطنه من اي ضد اي محتل. فبدا يظهر عندنا ما يسمى بالشعر الايه؟ الشعر الوطني. الشعر الايه؟ الشعر الوطني. طيب الشعر الوطني هو، هل الشعر اصلا مؤثر في حياه الناس؟ الشعر مؤثر في حياه الناس، لان الشعر دايما بيلهب حماس الناس وبيلهب ياس وبيلهب حماس الجماهير. فبنقول ان الشعر له دور حيوي، دور حيوي يعني دور مهم جدا في تشكيل وجدان الناس، في تشكيل وجدان ايه؟ الناس. دي الشعوب، دي شين ماشي؟ يقوم بدور كبير يتمثل في تشكيل وجدان الايه؟ الشعوب. وجدان يعني عواطف ومشاعر، هو اللي بيتحكم في مشاعر الشعب. على سبيل المثال بص بص بص، ممكن دلوقتي حضرتك تقرا خبر وانت بتسكرول كده ان ايه؟ في طفل تاه، فتعدي الموضوع عادي. لكن تعال هات شاعر يقول ابيات على الفقد والحزن متمشي مع صور الولد ده وهو موجود، ساعتها الوضع بالنسبه لك هيبقى مختلف. ايه اللي حصل؟ ما هو نفس الخبر، الولد تاه في الحالتين، الولد لسه ما رجعش. اشمعنى اول مره الموضوع ما كانش مؤثر وتاني مره بقى مؤثر؟ الشعر، الكلمات مؤثره، الالفاظ لما بتلعب على العاطفه بتاثر فيها. فعشان كده بنقول ان دور الشعر كبير، بيأثر في تشكيل وجدان الشعوب. طب الشاعر ليه دور؟ طبعا الشاعر هو الاقدر على الاحساس، الاحساس بالام الناس. الشاعر هو اللي عنده القدره انه يحس ويعبر عن ايه؟ آلام الناس وآلام الأمة، آلام الناس وإيه؟ وآلام الأمة، هو اللي عنده إحساس وهو عنده القدرة إن هو يعبر عن آلام الناس وآلام الأمة. طب جميل. فيسبق الأحداث بحسه وبصيرته. بحسه وبصيرته. دي حاء مش خاء. بحسه وبصيرته. تشكيل الموقف الشعوري تجاه الأحداث التي شهدتها الأوطان. هو اللي بيشكل الموقف الشعوري. يعني ايه بيشكل الموقف الشعوري؟ زي الموقف اللي انا حكيته لك. تعالى كده نخلي حد يتخطف، ربنا عافينا يعني، تمام؟ وبعدين حضرتك ممكن تاخد الموضوع عادي، لكن تعالى اقول لك عليه ابيات شعريه مؤثره. لا مش هيبقى عادي،
ايه اللي خلى الموقف الشعور بتاعك يتغير؟ الراجل ده هو اللي بيشكل الشعور، الراجل ده هو اللي بيخليك انت تحزن وانت ما تحزنش باستخدام كلماته. يبقى تشكيل الموقف الشعوري تجاه الاحداث التي شهدتها الايه؟ الاوطان. دور الشعر المصري، الشعر المصري دوره قائم على ايه في الشعر الوطني؟ ازكاء الثورات. دوره هو اشعال الثورات، يشعل الثوره ضد المحتل، الهاب حماس الجماهير للمطالبه بالحريه والحياه الكريمه من المحتل. ده دور الشاعر. تمام، يبقى ده دور الشاعر المصري. الشعر الوطني بيهتم بايه؟ واحد، دعوه الشعوب للتحرر من الاستعمار. دايما الابيات او الاشعار الوطنيه بيدعو الشعب انه يتحرر من المستعمر، او الدفاع عن الاوطان، او بذل النفس من اجل الوطن. بذل النفس يعني التضحية بالنفس، سواء التضحية بالنفس أو التضحية بالمال، أو فتح جرائم الاستعمار زي حادثة دنشواي. لما عارفين حادثة دنشواي؟ لما وقعت حادثة دنشواي على طول الشعراء أسرعوا إن هم يعملوا قصيدة بعنوان دنشواي. فأحمد شوقي كان بيقول: يا دنشواي على رباك سلام، ذهبت بأنس ربوعك الأيام، شهداء حكمك في البلاد تفرقوا. قصده الشهداء الأربعة. هيهات للشمل الشتيت نظامه. وبدأ يحكي بقى: يا ريت هيهات للشمل الشتيت نظامه. يا سلام بقى، هل الشمل والنظام والناس اللي متجمعة والأسر اللي كانت عايشة في أمان، هل الشمل ده هيرجع يتلم تاني بعد ما الناس دي ماتت؟ لأ، خلاص شهداء حكمك في البلاد تفرقوا. هنا الراجل ده كان بيفضح جرائم المستعمر، او يمجد البطوله، يمجد بطولات مين؟ الذين استشهدوا في سبيل الله وفي سبيل الوطن، او توضيح قيمه الحريه والعدل. يبقى الشعر الوطني بيهتم بايه؟ دعوه الشعوب للتحرر من الاستعمار، الدفاع عن الاوطان، بذل النفس من اجل الوطن، فتح جرائم الاستعمار، يمجد البطولات، توضيح قيمه الحريه والايه؟ والعدل. مين اشهر شعراءه؟ اشهر شعراء في العصر الحديث البارودي واحمد شوقي وحافظ ابراهيم ومحمد عبد المطلب والشابي، عبد القاسم الشابي او ابو القاسم الشابي. معظمهم كلاسيكيين بالمناسبه، لان الكلاسيكيين هم اللي كانوا مهتمين قوي بالوطن. الرومانتيكيين مهتمين بالعاطفه بقى والكلام ده. خلاص يا جماعه؟ تمام؟ طيب امال مين المعاصرين بقى؟ الشعراء المعاصرين عندك نازك الملائكه. نازك الملائكة دي كانت رائدة مدرسة اسمها المدرسة الواقعية. وعندك بدر شاكر السياد وصلاح عبد الصبور وأمل دنقل ونزار قباني ومحمود درويش وفاروق شوشة. كل دول كانوا بيقولوا شعر وطني، بس دول معاصرين، معاصرين. تمام؟ خلاص؟ وعندك واحد اسمه فاروق جويدة، وفاروق جويدة ما زال معاصر لسه، راجل حي يرزق لحد النهاردة. خلاص يا جماعة؟ اتفقنا؟ طيب جميل، دول أشهر شعراء مين؟ الشعر الوطني.